بداية بس عايز اعرف بس اللي موجودين. تمام خلاص تمام. بداية بس كده عايز اعرف الموجودين معانا كلكم بتدرسوا فارما السنة دي؟ اللي بيدرس يكتب انا بدرسها السنة دي، واللي خريج يكتب انا خريج او انا مش بدرسها السنة دي بس عايز احضرها معاكم. تمام طيب عظيم. تمام طيب ان شاء الله تفهميها يا دكتوره ندى ان شاء الله معانا النهارده. طيب كويس اوي. طيب بصوا يا جماعه، يعني انا بسم الله الرحمن الرحيم بس نبتدي كده. بالنسبه للفارما فهي يعتبر اهم واحسن ماده موجوده عندك تدرسها طول سنين الكليه. بمعنى تمام خلاص تمام انا معاكم بقى خلاص، خليكم معايا خليكم معايا. بداية بس احنا هنحب نسيب الاسئله في الاخر شويه، هسمع كل اسئلتكم في الاخر سواء على الفيس او هنا، بس اثناء الشرح بس خد مني كده المعلومات وخد مني واسمع مني، وبعد كده في الاخر ان شاء الله في اخر كل جزئيه انا هقول لك اللي عايز يسال يتفضل يسال عشان نجاوب الاسئله. يعني بدايه الفارما زي ما انا قلت من شويه هي تعتبر اهم واحسن ماده موجوده عندك في الكليه، بمعنى ان دي الماده اللي تخليك فعلا فارماسيست او تخليك فعلا صيدلي، قايم عليها تقريبا كل شغل صيدله. يعني احنا نلاحظ في صيدله بندرس مواد كتير قوي من اول اعدادي، من اول بوتاني او اورجانيك او كيمستري بانواعها او حاجات كتير قوي كلها نوت براكتيكال في الواقع او في مجال الكلينيكال في الصيدليه او في المستشفى. المواد دي كلها نوت براكتيكال ليك، مش هتفيدك في حاجه، مش هتديك معلومات تخليك تقدر تتعامل مع البيشنت كويس. لكن الماده الفارماكولوجي ويتبعها الفارماكوثيرابي بعد كده في سنه رابعه او الكلينيكال فارماسي زي ما بيسموها، هي هم دول المادتين او دول الجزئتين اللي هيخلوك فعلا تبقى واقف على رجلك في الصيدليه او واقف على رجلك في شغلك بعد كده. عشان كده احنا بنهتم قوي، يعني انا اي كورس كلينيكال حتى بديه في اي مكان زي ما كنا قريب حتى بنشرحه في صيدله عين شمس مع اسره صحوه، كنا اول قبل ما نبتدي نشرح المنهج نفسه او نقول مثلا لو كنت بتكلم على الديابيتس مثلا، كنت قبل ما اخش في الديابيتس لازم اشرح ارجع الاول واشرح شويه فارما الاول. فالفارما هي الاساس، هي دايما العتبه اللي انت بتطلع عليها للكلينيكال بعد كده. خلاص يا جماعه، فلازم ناسس نفسنا كويس قوي في الفارما. لو انت طالب فدي فرصه كويسه قوي انك تاسس نفسك في الفارما من دلوقتي. يعني احنا معانا طلبه خريجين بيجوا ياخدوا معانا الكورس ده كورس الفارما، يقول لك يا دكتور احنا يعني عايزين نتعلم فارما لان احنا ما اتعلمناش ايام الكليه. فدي فرصه كويسه قوي انك تتعلمها في السنه دي بدل ما ترجع تاخد فيها انت كورسات بعد كده وتقول وتبقى عايز تتعلمها بعد كده. طيب انا في كلمه بس قبل ما ابتدي الكورس، دايما اقول ان الفارماكولوجي ديت عباره عن رسومات، هي كلها از ستوري، قصه معينه ماشيه باسلوب معين ماشيه بحكايه معينه، همثل انا فيها دور الراوي وهعرض لك الابطال طول القصه او طول الشرح ان شاء الله. كل اللي عايزه منك حاجه واحده بس، فقط انك تكون مركز معايا، مش عايز منك حاجه اكتر من كده، وتذاكر ورايا اول باول الكلام اللي احنا هنقوله. يعني احنا ان شاء الله في المرحله الاولى ديت هتبقى يعني مجرد كده يعني بس تجريبي، نشوف ان شاء الله اذا الفكره كويسه مشت كويسه ونجحت والناس استفادت معانا ان شاء الله نكمل ان شاء الله في مراحل ثانيه. الكورس ده انا بدرسه في جامعه ام اس اي، جامعه مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبدرسه برضه في جامعه الازهر موجوده في دمياط. معانا طلبه هنا ومعانا طلبه هنا. طيب الصوت مش واضح، احنا هنبتدي بقى دلوقتي اهو. الصوت مش واضح، لو بتعمل اي داونلود او فاتح اي متصفح تاني زي ما الدعم الفني بيقول لنا دلوقتي كده، يعني حاول انك توقفه، لو فاتح سكاي وقفه، لو عندك اي حاجه تانيه في النت فيسبوك حتى وقفها وخليك معانا بس عشان سرعه النت تبقى معانا هنا. تمام كده نبتدي، يلا على بركه الله. ها نبتدي. اكتبوا لي كده يا جماعه في الشات نبتدي يلا على بركه الله، كله كويس. طب كويس يلا على بركه الله. طيب الشاشه شايفينها يا جماعه؟ الشاشه شايفينها؟
نصها بس. طيب احنا كده كده هنبتدي جزء جزء. طيب ماشي، يلا على البركه ان شاء الله. طيب احنا يا جماعه في الفارما يعني اما بنيجي نبتدي دايما في سؤال دايما بحب اساله قبل ما نبتدي الشرح في اي فارما، بقول احنا جسمنا ده كده كهيومن بادي واقع تحت تحسير ايه؟ بمعنى انا جسمي مين اللي بيتحكم فيه؟ مين اللي بيشغله؟ مين اللي بيخليه يؤدي الفانكشن بتاعته؟ الجسم ده بتاعنا ده عامل بالظبط زيه زي اي شركه. اي شركه في الدنيا بيكون ليها رئيس مجلس اداره، ليها مدير يدير المجموعه كلها، وتحته بقى مش عارف رئيس مجلس الحسابات، رئيس مش عارف وحده المعاشات، مش عارف رئيس وحده المرتبات، تحته ناس كتير قيود له شغالين معاه، هو بيديهم الامر وهم بيشتغلوا. يعتبر الرئيس ده هو ده الريجولاتوري، ده اللي بيؤدي وظيفه التنظيم العام للهيكل كله، وتحت ايده ناس اورجانز كتير، اعضاء كتير جدا، هم اللي بيبداوا ينفذوا الاوامر بتاعته. بالظبط جسمنا عامل كده، جسمنا بالظبط واقع تحت تاثير جهازين، نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي، والجهاز التاني اللي هو الاندوكراين سيستم اللي هو جهاز الهرمونات. احنا هنبتدي ان شاء الله في كلامنا في الفارما عن النيرفس سيستم زي ما احنا شايفين كده، هنبتدي كلامنا كله عن النيرفس سيستم لانه الجهاز يعتبر الاهم اهم اهم جهاز موجود عندك في جسمك. الاندوكراين سيستم هناخده ان شاء الله في فارما 2 او في الترم التاني او في السنه الجايه لطلبه الازهر وكده، بيدرسوا الاندوكراين كجزء تاني بعد كده. يعني انا جسمي وقع تحت تاثير جهازين، الجهاز الاول هو النيرفس سيستم وده الاهم وده اللي هنبتدي بيه كلامنا ان شاء الله، والجهاز التاني هو الاندوكراين سيستم اللي هو جهاز الهرمونات. بدايه بس كلمه اندوكراين كده عشان نكون عارفينها من الاول، كلمه اندوكراين معناها غده بتطلع الهرمونات بتاعتها وتفرزها في البلد، ما تفرزهاش في وعاء، لو فرزتها في وعاء او في ضغط نقول عليها ساعتها اكسوكراين جلاند. يعني مثلا البنكرياس مثلا بيتوظف فيه موجود فيه الوظيفتين اللي هو الاندوكراين والاكسوكراين، فهو بيقدر يعمل وظيفه اندوكراين انه يطلع الانسولين والجلوكاجون ويفرزهم في البلد، ومتوفر فيه وظيفه اكسوكراين انه يطلع الانزيمز بتاعته ويفرزها في الديودينام او في الاس 12، وده عباره عن ضغط اهو داخل في الجي اي تي. عشان كده البنكرياس بنقول ان هو له وظيفتين اندوكراين واكسوكراين، وهنتعرض له دلوقتي هو جاي معانا دلوقتي في الكلام. طيب نسيبنا بقى من الاندوكراين ونبدا نخش في النيرفس سيستم او الجهاز العصبي. النيرفس سيستم زي ما احنا شايفين كده، سيبكم كده من التقسيمه ديت وانزل معايا للرسمه دي. الرسمه اللي شايفينها قدامكم دي اللي انا بشاور عليها بالماوس ديت، زي ما احنا شايفين عباره الجهاز العصبي قدامنا عباره عن سنتر في الوسط اهو، برين وسباينال كورد في الوسط، وده حتى بسميه السنترال نيرفس سيستم اللي هو الجهاز العصبي المركزي، لان هو المركز هو الاداره اللي بتطلع منه افرع كتير قوي تغذي الجسم. زي ما احنا شايفين ادي البرين والسباينال كورد، وده بسميه السنترال نيرفس سيستم، وده هيتفرد له برانش لوحده هنقعد نتكلم فيه ان شاء الله في حدود 5 او 6 محاضرات. وبعد كده الاعصاب اللي طالعه كلها من الجناب دي اللي بتغذي الاطراف وتغذي كل حته في الجسم، لانها رايحه البريفري، لانها رايحه الاطراف، بقول عليها بريفرال نيرفس سيستم. يبقى النيرفس سيستم كله بيتكون من سنترال نيرفس سيستم برين وسباينال كورد، وبعد كده بريفرال نيرفس سيستم اللي هو الاعصاب الطرفيه اللي طالعه تغذي الجسم كله بصفه عامه. طيب ده اللي مكتوب بالظبط قدامنا اهو، نيرفس سيستم سنترال نيرفس سيستم اللي هو برين وسباينال كورد، يعني البرين اللي هو المخ والحبل الشوكي، وبعد كده البريفرال نيرفس سيستم يعني النيرفس سيستم اللي بيغذي البريفري اللي بيغذي الاطراف. بص يا سيدي، البريفرال نيرفس سيستم ده احنا اتفقنا من شويه ان هو الاعصاب اللي هي اللي على الجناب اللي هنا دي كده. طيب ايه اللي ممكن يحصل لو انا لو حضرتك كده مديت ايدك قدامك وانا قمت جايب دبوس وقمت شكك بيه، ايه اللي ممكن يحصل؟ على طول انت بتسحب ايدك، كلنا عارفين الكلام ده من ايام احياء، حاجه اسمها الفعل المنعكس لو انتوا فاكرينه، او الريفلكس ارك. ايه اللي ممكن يحصل لو افترضنا ان ده الجلد بتاعك كده، وانا قمت شكه من هنا كده بدبوس، جبت دبوس وقمت شكك من هنا كده، ايه اللي يحصل؟ على طول الريسبتورز اللي موجوده على سطح الجلد بتاعك تحس المشكله اللي حصلت دي وتحس الالم اللي حصل، وتقوم بعت اشاره على طول للسباينال كورد او الحبل الشوكي اللي هو الدور على طول، يقوم بعت اشاره ثانيه للماسلز يقول لها كونتراكت، وتقوم انت شادد ايدك على طول. اللي حصل ان انا لما انا شكيتك بالدبوس، في اشاره اتبعتت للسباينال كورد اهو اللي هو الحبل الشوكي اللي هو اللي فوق ده، وبعد كده اشاره تانية خرجت منه، الاشاره التانية اللي خرجت منه هطلع بالسهم لفوق اهو شويه عشان نبقى الناس كلها شايفه، الاشاره التانية اللي خرجت منه رايحه للمصل عشان المصل تكون تراكت وتقوم انت شادد ايدك. ده بالظبط اللي بيحصل في جسمنا برضه. بص اللي بيحصل ايه، الاشاره اللي خارجه ده هي اللي رايحه، ده هي اللي خارجه من السكين بتاعك ورايحه للسباينال كورد، دي اسمها الافرنت، والاشاره اللي راجعه ورايحه المصل عشان تكون تراكت ديت دي اسمها الافرنت. بص يا جماعه، ثبت دايما في دماغك اي حاجه رايحه اورجن بسميها افرنت، واي حاجه راجعه من الاورجن او طالعه من الاورجن ورايحه تادي فانكشن معينه اسمها افرنت. فلو مثلا اللي رايح للاورجن ده مثلا يكون مثلا الكدني مثلا الكليه، اللي رايح لها مثلا ده ارتريول او ارتري، اللي رايح وداخل على الكدني ده اسمه افرنت ارتري،
وما بيكون خارج من الكدني بسميه افرنت ارتري. فاي حاجه داخله على اورجان اسمها افرنت، واي حاجه خارجه من الاورجان اسمها افرنت. يكون بقى الافرنت ده يا اما يكون نيرف، يكون مش عارف ارتري، يكون فين، يكون زي ما يكون. المهم ان دايما اي حاجه داخله هي افرنت واي حاجه خارجه هي افرنت. كلامنا كله في الاوتونوميك هيكون عن الافرنت ده. الافرنت ده اللي احنا نسميه الموتور اللي بيعمل الموتور، يعتبر زي الموتور هو اللي بيؤدي الحركه. لكن الافرنت يعتبر هو السنسوري، هو اللي بيحس المشكله اللي موجوده على سطح السكن. تعال نرجع تاني للتقسيمه فوق كده، تعال نرجع فوق للتقسيمه كده. الناس شايفه يا جماعه؟ انا لسه انا حتى حاطط السكن فوق، يعني الناس شايفه اللي انا بشرحه؟ تمام. طيب زي ما قسمنا هو البريفرال نيرفس سيستم، قسمناه من شويه لسنسوري اللي هو هيحس لما انا اشكك بدبوس، ده اللي هيحس، ده الافرنت. حاضر ماشي، ثواني. اهو البريفرال نيرفس سيستم هو اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، في سنسوري اللي هو هيحس، وبعد كده الموتور اللي هو الافرنت. انا بدات اشاور بحاجات واضحه اهو. تمام. السنسوري اللي هيحس اهو، وبعد كده الموتور اللي هو هيبدا يدي الحركه. الموتور ده اللي هو اللي تحت ده اهو، اللي هو خارج ده من السباينال كورد، ده كده، ده كده الاخضر ده، هو ده اللي احنا هنتكلم عليه طول كلامنا في الاوتونوميك. الموتور ده اللي هو اسمه الافرنت ده اهو، له نوعين. نوع منه انفولنتري اللي هو بيؤدي الحركه اللا اراديه، بسميه الاوتونوميك. والنوع التاني اسمه السوماتيك اللي هو الارادي، بس ان دي مكتوبه غلط، ان دي كده مكتوبه غلط. هو ده فولانتري، سوماتيك ده بيؤدي الحركه اللا اراديه. يعني انت مثلا حضرتك لو انت عايز تشرب مثلا، بتشوف الميه بعينك وتقوم مادد ايدك بحركه سوماتيك، بنيرف سوماتيك، بافرنت سوماتيك، يقوم واخد الميه شاربها وتقوم مرجع الكوبايه مكانها تاني، دي حركه سوماتيك. نلاحظ ان الحركه السوماتيك دايما اللي بتعملها او اللي بتاديها لسكيليتال ماسل، اللي هي الماسلز اللي مغطيه السكيليتون بتاعك من بره ده. يعني انت وانت عايز تمد ايدك تجيب كوبايه ميه، اللي بيتحرك ايدك الماسلز اللي مغطيه السكيليتون من بره، اللي هي مغطيه ايدك من بره دي. فدايما السوماتيك ده دايما بيغذي دايما السكيليتال ماسل. انما الاوتونوميك اللي هو الانفولنتري، واللي هو بقى موضوعنا وده كلامنا كله في الفارما من اول ان شاء الله المحاضرات اللي جايه. الاوتونوميك ده بينقسم بقى لسيمباثيك وبارا سمباثيك وانتريك. بصوا، من الانتريك ده ما فيهوش كلام كتير، يعني ده فرع من فروع الاوتونوميك اللي بيكنترول بس الجي اي تي. لكن السمباثيك والبارا سمباثيك دول فرعين الاوتونوميك الاساسيين، ودول اللي هنفضل نتكلم عليهم طول كلامنا ان شاء الله في الاوتونوميك. يعني السمباثيك ده احد الاعضاء بتاعت الاوتونوميك اللي هو مسؤول ان هو يعلي الجسم ويعمل اكزايتيشن ويشغل ويشغل وينشط و وهكذا، مسؤول انه يعمل اكزايتاتوري. فالسمباثيك مثلا للقلب مثلا مسؤول ان هو يزود دقات القلب ويزود شغل القلب ويزود معدل ضربات القلب. مثلا لللنج مسؤول انه يوسع التنفس ويوسع البرونكاي ويعمل وينشط وهكذا. الباراسمباثيك غالبا بيكون دايما بيهدي، بيقلل، بيكون دوميننت دايما في حاله الريست. لو انت عايز تنام الباراسمباثيك بيكون هو اللي مسيطر، لو انت جسمك مرتاح وقاعد ومرخي كده الباراسمباثيك هو اللي مسيطر. لكن عايز اقول لك معلومه، خد بالك احنا بنقول دلوقتي ان السمباثيك هو اللي بينشط، هو اللي بيعلي، هو المسؤول عن النشاط والاكتيفيتي، لكن الباراسمباثيك هو اللي بيهدي وهو اللي بيعمل. خد بالك مفيش حاجه مطلقه، يعني السمباثيك احنا قلنا هو بيسرع وبيشغل وبيعمل اكزايتيشن، لكن ممكن يهدي وهنشوف كده قدام شويه، يعني ممكن يعمل انهبيشن. الباراسمباثيك قلنا ان هو بيعمل اكزايتيشن وبيعمل الباراسمباثيك سوري قلنا ان هو بيعمل انهبيتوري وهو اللي بيقلل الشغل وهو اللي بيقلل، لكن ممكن يعمل اكزايتاتوري. فمفيش حاجه مطلقه، خلينا نتفق على الكلام ده من دلوقتي. يبقى نلخص بس الكلام اللي قلناه لحد دلوقتي. جسمنا واقع تحت تاثير جهازين، نيرفوس سيستم واندوكراين سيستم. النيرفوس سيستم قسمناه لسنترال نيرفوس سيستم اللي هو برين وسباينال كورد، وبريفرال نيرفوس سيستم اللي هي السنسوري اللي هي الافرنت اللي هتحس، وبعد كده الموتور. قسمنا الموتور لانفولنتري اللي هو الاوتونوميك، والاوتونوميك بينقسم سمباثيك برا سمباثيك وانتريك. وقلنا الانتريك مش هنقول عليه كلام كتير، هو فرع من فروع الاوتونوميك اللي هو بيكنترول الجي اي تي، تمام كده. لكن الفرع الثاني من فرع من الافرنت ده السوماتيك، وده اللي بيكنترول السكيليتال ماسل وبيتحكم في السكيليتال ماسل. تلخيص للكلام اهو، النيرفوس سيستم زي ما احنا شايفين في الرسمه قدامنا، النيرفوس سيستم عباره عن برين بتقسيماته وسباينال كورد اللي هو الاخضر ده كده، وده اسمه السنترال نيرفوس سيستم، وبعد كده البريفرال نيرفوس سيستم اللي هي الاعصاب اللي طالعه على الاطراف. الاعصاب ديت سوماتيك، والاعصاب ديت اللي هي الاوتونوميك، الاعصاب اللي هنا دي. قبل ما نخش لهم كده يا جماعه، شايفين في مقارنه واضحه ممكن تكون بين الاوتونوميك والسوماتيك هنا؟ هما مين الاوتونوميك والسوماتيك؟ دول الاثنين دول فرعين من فروع الافرنت اللي هما من البريفرال نيرفوس سيستم. السوماتيك زي ما احنا شايفين سنجل نيرف،
نيرف واحد بس طالع مباشرة ورايح لمصل، زي اللي احنا اتفقنا عليها من شوية وقلنا عليها السكيليتال مصل. النيرف واحد بس ما بيريحش في الطريق ولا بيعمل اي حاجة في الطريق، هو نيرف واحد بس طالع من السباينال كورد رايح للسكيليتال مصل. بعكس الاوتونوميك اللي نشوف ان النيرفات بتاعته كلها نيرف طالع ولازم يريح في حتة سودا في الوسط، هي اللي هنسميها بعد كده الجنجليا، وبرضه هنا اهو نيرف طالع ومريح في جنجليا برضه اهو، وبعد كده كمل. النيرفات اللي هي شوف نيرف واحد طالع ده طويل وبعد كده يقوم مريح في جنجليا وبعد كده نيرف قصير، ده دايما بتاع الباراسمباثيك. والنيرف اللي هو بيكون قصير في الاول ده اللي نفسه قصير ده اللي بيتعب على طول ده وبعدين يبدأ يريح في الجنجليا وبعد كده نيرف تاني طويل، ده بيكون بتاع السمباثيك. هو انا ممكن اقارن بينهم دلوقتي كده من قبل ما اكمل كلامي، انت اللي هتجاوب. لو انا قارنت بين السمباثيك والباراسمباثيك دلوقتي هقول ان في نيرف الاولاني ده بيكون هنا طويل لكن النيرف الاولاني هنا بيكون قصير. الجنجليا ديت اللي احنا النقطه السوداء اللي بيريح فيها دي هنقول ان هي موجوده في الباراسمباثيك ده اهو، هنقول انها موجوده قريبه من الاورجن، ما ده الاورجن اللي النيرف رايح يغذيه، قريبه من الاورجن، بعكس الجنجليا هنا ده قريبه من السباينال كورد. شوف مقارنه بسيطه اهو من قبل ما نبتدي. لو جيت اقارن بين الاوتونوميك كله وبين السوماتيك كله هقول ان السوماتيك سنجل نيرف، نيرف واحد بس ما بيريحش في الطريق وراح يغذي سكيليتال ماسل او عضو ارادي، بعكس الاوتونوميك اللي هو النيرف بتاعه لازم يريح في الطريق سواء هنا او هنا، سواء في الحته دي او في الحته دي لازم يريح في الطريق، بس السوماتيك ما بيعملش كده. والاوتونوميك النيرف بتاعه رايح لاورجن او لعضو انفولنتري، عضو لا ارادي، زي مثلا القلب مثلا، القلب عضو لا ارادي، انا ما اقدرش اقول لجسمي او لقلبي دق دقيقتين زياده ودقيقتين، لا هو بدق شغال لوحده. الريسبيريشن حاجه لا اراديه انفولنتري برضه، ما اقدرش اقول لللنج بتاعتي تنفسي دلوقتي وما تتنفسيش، هي شغاله لوحدها. واورجنز تانيه هنشوفها وهتقابلنا دلوقتي. دلوقتي بس كانت مجرد مقارنه بسيطه اهو بين السوماتيك والاوتونوميك، ان السوماتيك نيرف واحد بس مباشره ما بيريحش في الطريق ورايح للسكيليتال ماسل، بعكس الاوتونوميك هو نيرف لازم يريح في الطريق سواء هنا او هنا وبعد كده يروح لان فولنتري اورجان. المقارنه اللي احنا قلناها ديت هي اللي موجوده تحت في الجدول ده، نزلنا لها تحت اهو الصفحه الثانيه، مقارنه بين الاوتونوميك ومقارنه بين السوماتيك. الاوتونوميك بيكونترول الانفولنتري اكشن، رايح للانفولنتري اورجان، رايح لعضو لا ارادي، اللي هم مين بقى؟ جو دورهم نقولهم دلوقتي اهو، اللي هم سموث ماسل فايبر. مين سموث ماسل فايبر دول يا جماعه؟ سموث ماسل فايبر دول يعني انت بتقول لي سموث ماسل فايبر انت كده عرفتهم لي يعني؟ لا هقول لك دلوقتي يا سيدي، سموث ماسل فايبر اللي هي موجوده في الاي دي سموث ماسل. الماسلز في جسمنا انواع، سكيليتال ماسل اللي احنا قلنا عليها من شويه بيغذيها السوماتيك، والسموث ماسل اللي هم موجودين في الاي اللي هو في عيني وفي البرونكاي والجي اي تي واليورينري تراكت والسكس اورجان. لو جيت ارتبهم من فوق لتحت كده شوفهم على جسمك كده، اي تحت، برونكاي تحت، جي اي تي بعد كده يورينري تراكت بعد كده سكس اورجان. تاني حاجه الكارديو فاسكولار سيستم، برضو الاوتونوميك بيتحكم في الكارديو فاسكولار سيستم. الكارديو فاسكولار سيستم ده اللي هو نوعين، عارفين اكتبوا لي كده الكارديو فاسكولار سيستم ده بيتكون من ايه؟ اكتبوا لي كده في الشات، ها كارديو فاسكولار سيستم انا مستنيكم، في ناس بتكتب اهو. ها كارديو فاسكولار سيستم ده بيتكون من ايه؟ القلب والاوعيه الدمويه، بالظبط الله ينور عليك، اللي هو الهارت والبلاد فيزلز، صح بالظبط بالظبط كمان، الهارت والبلاد فيزل ده نوعين الكارديو فاسكولار سيستم. يعني انا المفروض الاوتونوميك بيتحكم في القلب، مظبوط، الاوتونوميك بيتحكم في البلاد فيزلز، مظبوط صح عظيم جدا. يعني انا دقات قلبي اللي بتحكم فيها هو الاوتونوميك فعلا، والبلاد فيزلز سواء تبقى فازو كونستريكتور او فازو دايليتور يعني دي او توسع اللي بيتحكم فيها الاوتونوميك، مظبوط هنشوف الكلام ده قدام شويه، وعندنا معلومه خطيره جدا عن البلاد فيزلز هنعرفها قدام برضو ان شاء الله. يبقى الاوتونوميك بيتحكم في السموث ماسل فايبر اللي موجوده في دوله، وبيتحكم في الكارديو فاسكر اللي انتوا قلتوا عليه، القلب والاوعيه الدمويه او الهارت والبلاد فيزلز، خلينا نتكلم انجلش بقى احنا دكاتره يعني. وبعد كده الاكسكراين جلاند، وانا قلت اكسكراين في الاول يعني ايه؟ اكسكراين جلاند يعني غده بتطلع افرازاتها، ولكن الافرازات دي بتطلعها في ضغط مش بطلعها في البلاد، لو هطلعها في البلاد بسميها اندوكراين. الاوتونوميك اهو في جنجليا، هي مين الجنجليا دي يا جماعه؟ اللي احنا قلنا عليها من شويه اللي هي المحطه اللي بيريح فيها، الحته السمراء اللي كانت فاتت دي، بيريلي في الجنجليا يعني بيريح في الجنجليا. هي ايه الجنجليا دي اصلا كده بالبلدي؟ الجنجليا دي شويه نيرفات كده متطبقه في بعضيها، شويه نيرفات متطبقه في بعضيها. الاوتونوميك بينقسم لسمباثيك برا سمباثيك انتريك، والكلام ده قديم احنا لسه قايلينه برده من شويه. السوماتيك بيكونترول الفولنتري، اللي هم مين الفولنتري؟ اللي هي مين الاعضاء الفولنتري في جسمك؟ زي سكيليتال ماسل اهو، واحد اهو عايز يشرب بعت افرنت، والافرنت اي حاجه داخله زي ما احنا قلنا، وبعد كده الافرنت الموتور خرج شد الميه قام شاربها. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتوره سميره معانا، يلا. طيب احنا كنا قلنا من شويه، يعني انا قلت لكم من شويه ان انت لو واحد شكك بدبوس، لو واحد شكك بدبوس انت بتقوم عامل ايه؟ بتقوم ساحب ايدك،
طب كويس قوي. يعني الحركه اللا اراديه اللي ايدك اتسحبتها ديت نتيجه الشكه بدبوس. طيب يعني انت سحبت ايدك عشان تشكك بدبوس. طب هو القلب حد بيشكه عشان يشتغل؟ هو الجي اي تي حد بيشكها عشان تشتغل؟ ما هي شغاله لوحدها برضه. امال انت بتضحك علينا بقى يعني ولا ايه؟ لا يا عم مش بضحك عليك ولا حاجه، هقول لك دلوقتي. يعني الاي حركتها اللا اراديه سواء البيوبل تفتح او تضيق ديت محتاجه حد يشكها ومحتاجه حد يقول لها حاجه؟ لا، اللي انا بتكلم فيه كل ده كده حاجه اسمها سنترال كنترول اوف الاوتونوميك نيرفوس سيستم. يعني مين اللي بيقول مين اللي بيقول للقلب اشتغل؟ الاوتونوميك. طب مين اللي بيقول للاوتونوميك شغل القلب؟ هو ده الكلام. مين اللي بيقول للجي اي تي زودي الموتيليتي بتاعتك او قللي الموتيليتي بتاعتك؟ الاوتونوميك. مين اللي بيقول للاوتونوميك يبلغ الجي اي تي تعمل كده؟ انت عايز تفهمني ان الاوتونوميك حلقه وصل يعني؟ هو اللي بيبلغ بعد كده، ياخد اشاره، ياخد شغل معين او ياخد اوامر معينه ومنها يبدا يبلغ الاورجنز انها تنفذ. اه اللي هيوضح لي الكلام ده الرسمه دي، الرسمه دي بخط ايدي، ثواني اجيبها لكم كده. الرسمه ديت يعني معانا 3 رسومات النهارده، شويه بخط ايدي كويسين شويه ان شاء الله يفيدوكم. الرسمه دي بالظبط يا جماعه شايفينها؟ اكتب كده شايفينها؟ اه او لا يعني. تمام. بص يا سيدي، انا بقول لك دلوقتي ايه يعني الاوتونوميك بيبلغ القلب انه يشتغل. الاوتونوميك بيبلغ القلب انه يشتغل. طب مين اللي بيدي الامر للاوتونوميك انه يقول للقلب اشتغل؟ او القلب اهو زي ما احنا شايفين على الجنب ده، هو واحده من انفولنتري اورجن، واحده من الانفولنتري اللي رايح لها اشاره. طيب اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ اللي بيحصل بالظبط ان انا مثلا لو انا عايز انشط السمباثاتيك، مثلا السمباثاتيك زي ما احنا عارفين هو افرنت، وما دام افرنت هو خارج من السباينال كورد، الكلام ده اللي احنا لسه قايلينه من شويه، خارج من السباينال كورد اهو. فالباراسمباثاتيك، تعال بس نقول ملحوظه شويه صغيره كده قبل ما نكمل كلام. السمباثاتيك بيخرج من حته في السباينال كورد اسمها سوراسو لمبر. احنا عارفين السباينال كورد من ايام فيسيولوجي تقسيمته سيرفيكال، سوراسيك سيرفيكال دي 8 مش 7، دي بس كده مكتوبه ايه سهوا كده 8. والسوراسيك كان 12 نيرف ولمبر 5 وسكرال 5، طبعا في كوكسوجيال بس مش مهمه معانا. يعني السباينال كورد قسمته سيرفيكال ثوراسيك لمبر سكرال. سيرفيكال كان 8، الثوراسيك 12، لمبر 5، سكرال ده 5. طب كويس قوي. السمباثيتك انت قايل لي والباراسمباثيتك ان هما بيطلعوا من السباينال كورد. ايوه فين يعني تحديدا من السباينال كورد؟ السمباثيتك بيطلع من كل ال 12 بتوع الثوراسيك دول، والابر 3 في اللمبر. اللمبر 5 زي ما احنا عارفين 1 2 3، في كمان هنا الرابع والخامس، هو بيطلع من الابر 3، الاول والثاني والثالث. معنى كده السمباثيتك كله بيطلع من تقريبا 15 نيرف، 12 في الثوراسيك و3 في اللمبر زي ما احنا شايفين. السيرفيكال مش داخل معانا هنا، مش هنقول عليه. الرسمه مش واضحه. طيب معايا تاني كده، حاولي كده تاني، حاولي تعملي مثلا ريفريش لو فاتحه اي حاجه بتحمل او حاجه وقفيه. فالسمباثيتك، السمباثيتك بيطلع من كل ال 12 بتوع الثوراسيك. حاضر هقول تاني. السمباثاتيك والباراسمباثاتيك هي نيرفات. نيرفات تقسيمتها ايه؟ تقسيمتها انها افرنت من الاول خالص، كلامنا اللي كان هنا نرجع له تاني كده، نرجع له تاني كده اهو. الانفولنتري او الاوتونوميك يا جماعه اللي كنا بنتكلم عليه هو سمباثيتك وباراسمباثيتك وانتريك. هو اصلا في الاساس افرنت. هو افرنت يعني ايه افرنت؟ افرنت يعني خارج من السباينال كورد، نيرف خارج من السباينال كورد من هنا اهو، تقسيمته من هنا، يعني هو بيخرج من السباينال كورد. اه مين فين تحديدا في السباينال كورد؟ ده اللي انا بتكلم فيه بقى دلوقتي، ده اللي هو موجود في الرسمه وده اللي انا بتكلم فيه. ده السباينال كورد قدامي اهو، فين بيخرج فين تحديدا من السباينال كورد؟ السباينال كورد له تقسيمات، سيرفيكال اللي هما الفقرات السيرفيكال والفقرات الثوراسيك والفقرات اللمبر والفقرات الساكرال. هو بيطلع مين تحديدا بقى؟ يعني هو احنا عارفين من شويه ان هو بيطلع من السباينال كورد، فين تحديدا في السباينال كورد؟ السمباثاتيك بيطلع من كل الثوراسيك واول 3 في اللمبر، بسميهم الابر 3 لمبر. فاهمه يا دكتوره؟ ها دكتوره الاء اللي كانت كاتبه مش فاهمه. فبيطلع من كل الثوراسيك، تمام كده، بيطلع من كل الثوراسيك اهو، والثلاثه الاولانيين في اللمبر. كويس قوي، كل دول بيطلعوا السمباثاتيك، تمام. الباراسمباثيك بقى بيطلع منين؟ الباراسمباثيك بيطلع من الرقم 2 و3 و4 في السكرال. السكرال اللي هو 1 2 3 4 5، الثاني والثالث والرابع بيطلع منهم باراسمباثيك. وفي فقرات هنا بسميها الكرانيال نيرف. الكرانيال نيرف دول 12، هو بيطلع من الثالث والسابع والتاسع والعاشر بتاعهم. الثالث والسابع والتاسع والعاشر دول بلخصهم في 1973، 1973 حرب اكتوبر لو انتوا فاكرين، يعني تسهيلا بس للحفظ. يبقى السمباثيك بيطلع منين؟ من كل الثوراسيك ومن الثلاثه لمبر، كل الثوراسيك هما والثلاثه لمبر دول. لكن الباراسمباثيك بيطلع من الكرانيال تحديدا، كرانيال اللي هو الكرانيال نيرف، اللي هي النيرفات اللي موجوده في الكرانيال،
في الكرينيال او في الجمجمه، تحت الجمجمه شويه كده، العاشر والتاسع والسابع والثالث. الساكرال بيطلع من الثاني والثالث والرابع. يعني لما اجي اقول الباراسمباثيك بيطلع منين، قول لي كرانيو نسبه للعاشر والسابع، العاشر والتاسع والسابع والثالث اللي فوق دول كرانيو ساكرال. فين تحديدا في الكرانيو؟ العاشر والسابع، العاشر والتاسع والسابع والثالث. فين تحديدا في الساكرال؟ الثاني والثالث والرابع. طب السمباثيك، السمباثيك بيطلع من سراسو لمبر، سراسو اللي هم كل ال 12، ولمبر اللي هم الابر 3. طب كويس قوي كده، احنا عرفنا شويه معلومات عن السمباثيك والباراسمباثيك. تعال نكمل كلامنا بقى. انا بقول لك ايه، بقول لك لو انا في اشاره رايحه للانفولنتري اورجان ده عشان تدي له امر، وليكن مثلا القلب، القلب هنا كانفولنتري اورجان رايح له اشاره مثلا عشان يكونتراكت، عشان يزود الهارت ريت بتاعه، عشان يزود معدل الدقات، عشان يحصل له اكزايتيشن، اثاره. قلنا اللي بيروح له، بيروح له سمباثيك، لان السمباثيك هو اللي في العادي اللي بينشط الاورجان وهو اللي بيقوم الاورجان وهكذا. السمباثيك ده كده الافرنت، او الافرنت اللي خارج، او خارج من النير، خارج من السباينال كورد. اي نيرف خارج من السباينال كورد بسميه افرنت. امال فين الافرنت بتاعه؟ فين الافرنت؟ الافرنت بتاعه، بص بقى يا جماعه، الافرنت بتاعه بيجي له ازاي؟ حكايه بتبتدي كلها ببساطه. حاولي معانا كده يا دكتوره ايمان، ها حاولي تاني كده تعملي ريفريش، لو فاتحه اي حاجه في الشات اقفليها او كده، او فاتحه فيسبوك او كده. الموضوع بيبتدي ازاي بقى؟ ده كل السمباثيتك يا جماعه، ركز معايا كده. كل السمباثيتك هنحكيه دلوقتي اهو في قصه ستوري. كل الحكايه ان انت لو انت مثلا اتخانقت مع حد، حد مثلا سرق منك التليفون زي ما حصل معايا من كام يوم، لو انا شفت الولد اللي سرق مني من التليفون ده من كام يوم ده، المفروض الطبيعي ان انا اتصرف معاه ازاي؟ على طول جزء هنا كده في الايموشنز، جزء الايموشنز اللي هنا ده كده اللي هو موجود في السريبرال كورتكس او القشره المخيه بتاعتي ينشط على طول. اول ما اشوف الولد اللي سرق مني التليفون ده، على طول يقوم الجزء الايموشنز عندي ينشط ويفتكر اللي هو عمله، يقوم على طول جزء الايموشن ده بعت اشارات في السريبرال كورتكس او القشره المخيه اللي بدورها تبعت اشارات للحته اللي انا شايفينها دي. الحته دي كده اسمها ليمبيك سيستم، من اسم الليمبي حتى، اسمها الليمبيك سيستم. الليمبيك سيستم ده ملوش اي وظيفه في الدنيا غير انه بيجمع الاشارات اللي جايه من السريبرال كورتكس واللي جايه من الايموشنز، ويقوم على طول باعتها لحاجه تحته، الحاجه تحته اللي احنا شايفينها في الرسمه دي كده. الحاجه اللي تحته ديت موجوده في المظله اوبلينجيتا او النخاع المستطيل، اللي هي بتتكون من جزئين. الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها بتتكون من جزئين، جزء اسمه فازو موتور سنتر، في ام سي، اهي اختصارها هنا اهو، فازو موتور سنتر، وجزء تاني اسمه سي اي سي اللي هو بسميه كارديو، اهي كارديو انهيبيتوري سنتر، كارديو انهيبيتوري سنتر. شوف كده الفازو موتور سنتر يا جماعه، الفازو موتور سنتر من اسمه موتور، مطور هينشط هيشغل. نتوقع ينشط مين، سمباثيك ولا برا سمباثيك؟ اكيد السمباثيك. لكن التاني اسمه كارديو انهيبيتوري، من طبيعته ان هو بيقلل، بيهدي، بيوقف، يبقى طبيعي ان هو كمان بينشط البرا سمباثيك. طيب الاشاره اهو، الايموشنز نشطت عندي اهو، الايموشنز نشطت عندي ونشطت السريبرال كورتكس، ان خلاص انا عايز اتخانق، ده الولد اللي خد مني التليفون وده اللي عمل وعمل، انا عايز اتخانق. يقوم على طول بعت اشاره للسريبرال كورتكس، الاشارات اللي رايحه للسريبرال كورتكس او القشره المخيه تقوم مجمعه الاشارات كلها في الليمبيك سيستم، اللي هو جزء الليمبيك سيستم ده، اللي يقوم على طول عايز ينشط الجسم، عايز يقوم الجسم، عايز يزود الهارت ريت ويزود الشغل وشغل عشان اقدر اتخانق مع الشخص ده. يقوم ينشط فازو موتور سنتر ولا كارديو انهيبيتوري سنتر؟ اكتبوا لي كده، ينشط فازو موتور، موتور ولا انهيبيتوري؟ عايز انشط الجسم، عايز اقوم الجسم، ها موتور ولا انهيبيتوري؟ موتور، مظبوط، الله ينور عليكم كلكم، مظبوط صح. عايز انشط الجسم فهنشط الفازو موتور سنتر، هقوم الجسم كله دلوقتي. فالفازو موتور سنتر يقوم بعت اشاره، الاشاره الخضراء اللي نازله ده اهي، اللي اسمها الافرنت. مش احنا قلنا ان لازم يكون في افرنت وافرنت؟ الافرنت جاي اهو، جاي من فوق اهو من الفازو موتور سنتر، يقوم نازل باشاره كده الافرنت. الاشاره اللي نازله هنا تقوم واقفه هنا عند السراس ولمبر عشان انا عايز اطلع سمباثيك. لو انا عايز اطلع بره سمباثيك هقوم مكمل نازل للصقره اللي تحت، او نازل او طالع في الكرانيو فوق هنا، لكن انا عايز انشط سمباثيك، انزل عند السراس ولمبر اللي هم ال 12 دول والثلاثه دول، انزل عندهم واقوم عامل فايرنج، بعت اشارات بقى، اقوم بعت اشاره للجسم، يقوم الاشاره طالعه من هنا كده في النيرف ده، وتقوم مريحه في الوسط، مطلعه مواد معينه هنا هنعرفها كمان شويه، تقوم الاشارات ديت، المواد دي طالعه شغاله على الجنجليا، ونقل الاشاره من النيرف ده للنيرف التاني اللي هو ده، وبعد كده النيرف ده يقوم في الاخر نطلع مواد معينه تانيه تنزل تشتغل على الاورجن، تدي الاثر الاكزايتيشن اللي مطلوب. فلو ده الهارت مثلا، لو ده الهارت يبدا بقى يحصل له زياده في الهارت ريت، وزياده في الفورس بتاع الكونتراكشن بتاعته، وزياده في الكوندكشن داخل الهارت نفسه، يبدا القلب نفسه يزيد ويحصل له اكزايتيشن عشان يبدا يجهز الجسم لاستعداد خناقه او لاستعداد حاجه معينه. تعال نقول الكلام من الاول كده كتلخيص، لو انا عايز انشط السمباثاتيك اللي بيحصل ايه؟ جزء الايموشنز
اللي هو جزء العواطف اللي في جسمي، او جزء العواطف اللي هو موجود في السريبرال كورتكس، او الميموري، ذاكره معينه مثلا، حد معين كنت بتنرفز منه اول ما اشوفه، او عمل مية موقف معين وما قدرتش اشوفه بعد كده، وانا عايز اول ما اشوفه اتخانق معاه، فانا شفته حالا اهو، جزء الميموري على طول اللي موجود هنا مثلا في البرين يقوم مفتكره، يقوم بعت اشاره للسريبرال كورتكس اللي منها تتجمع في الليمبيك سيستم زي ما احنا قلنا من شويه. الليمبيك سيستم عايز ينشط الجسم ولا عايز يقلله؟ عايز ينشطه، يقوم بعت اشاره للفازو موتور سنتر، مطور يلا اشتغل عشان نبدا نتخانق ونجهز دلوقتي. الفازو موتور سنتر يقوم بعت اشاره افرنت اهو، الافرنت ينزل هنا في السراس لمبر لان انا عايز انشط سمباثاتيك، ويقوم خارج بنيرف قصير طلع هنا مواد تنزل تبدا تشتغل على الجنجليا، تنقل الاشاره من النيرف ده للنيرف ده، ومباشره النيرف الثاني يقوم مطلع مواد هنا تبدا تنشط الانفولنتري اورجان. مين هم الانفولنتري اورجان اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليهم من شويه، اللي هم كانوا سموث ماسل فايبر، نسيتوهم؟ اللي هم كانوا دول الانفولنتري اورجان اهو، سموث ماسل فايبر، يبدا ينشط الاي، حدقه العين توسع، يبدا ينشط الاي، حدقه العين توسع عشان ابدا اشوفه واعرف اتخانق معاه كويس ما يهربش مني. يبدا تنشط البرونكاي وتعمل برونكو ريلاكسيشن، توسع البرونكاي عشان اقدر اتنفس كويس لو جريت وراه حاجه ما انهكش ما اتعبش بسرعه. تبدا تشتغل على الجي اي تي، تريلاكس الول بتاعها، ريلاكس الول بتاع الجي اي تي، وتقفل السفنكتر المحبس بتاع الجي اي تي. ينفع يكون واحد بيتخانق ويعمل ديفكشن؟ عمركم شفتوها ديت؟ ما بتحصلش. السفنكتر بتاعتك من عند الانوس من تحت بتقوم قافله عشان تسيطر على مخارج جسمك عشان تعرف تتخانق كويس. اليورينري تراكت اللي هو مثلا اليورينري بلادر، تبدا تقفل المحبس بتاع اليورينري بلادر بتاعت المثانه بتاعتك عشان ما يحصلش يورينيشن. عمرك شفت واحد بيتخانق وبيعمل يورينيشن؟ ما بتحصلش برضه، بيكون محابس جسمك مقفوله. هتقولي ممكن ساعات واحد اندر الخوف او حاجه، او واحد يكون انظلم قوي فهتلاقيه يحصل منه يورينيشن، دي بتكون بقى خلل في الاوتونومي، لكن الاساس ان اليورينري تراكت تكون مقفوله. السكس اورجان تبدا برضه تنشطها، بس يعني في حاله الفايت والفلاي، في حاله الخناقات والكلام ده بتنشطش يعني قوي الجزئيه دي. الكارديو فاسكولار اللي هو القلب والاوعيه الدمويه زي ما انتم كنتوا بتقولوا من شويه، الهارت يبدا ينشط وتزيد معدل وتزيد معدل الريت بتاعه ويزيد معدل الخبطات بتاعته. البلاد فيزلز تبدا يحصل فيها فازو كونستريكتور وتبدا تضيق عشان ترفع الضغط وتاهلك انك تقدر تعمل خناقه صح ومحترمه. الاكسوكراين جلاند، غدد العرقيه مثلا، الغدد العرقيه دي بتفرز السكريشنز بتاعها او السويت بتاعها، بتفرزه في ضغط عشان يبدا يطلع على سطح الجلد بتاعك، فعشان كده وانت بتتخانق تلاقي نفسك بتعرق من بره والعرق طالع عليك من بره. ما الغدد السويت جلاند او الغدد العرقيه بدات تنشط في جسمك. السليفري جلاند، الغدد اللي هي اللي بتطلع سلايفا في الفم، تبدا تنشط معاك برده وتطلع لك سكريشنز برده. زي ما احنا شايفين يا جماعه، شوف انت وانت بتتخانق بتنشط السمباثاتيك، كل الاورجانز الانفولنتري بتقوم معاك كلها مره واحده، عينك توسع، العين، البرونكاي تلاقي نفسك بتتنفس كويس وحصل برونكو ريلاكسيشن، المحابس جسمك قفلت في الجي اي تي واليورينري تراكت، الكارديو فاسكولار تلاقي قلبك دقات قلبك زادت بسرعه والضغط بدا يرتفع، تلاقي نفسك بتعرق، كله بيشتغل مع بعضه في السمباثيك، بعكس الباراسمباثيك لما نيجي نتكلم شويه هتلاقي الباراسمباثيك بينشط سنجل اورجن، لكن السمباثيك بيشتغل كايد واحده، راجل واحد كله على بعضه، بنقول عليه اكت از وان يونت، كوحده واحده بس. نرجع كده للرسمه اللي كنا راسمينها، الرسمه اللي كنا راسمينها اهو، يعني النيرف اللي نازل الافرنت ده اهو بينزل ينشط كل ال 15 نيرف مع بعض، كل ال 15 نيرف اللي هنا دول بينزلوا كلهم يتنشطوا مع بعض كلهم فجاه، كله يشتغل مع بعض، الهارت يشتغل واللنج تشتغل وكل حاجه تشتغل مع بعضيها، تمام؟ يبقى اللي انا عايز اقوله لك بس ان الاوتونوميك مش بيشتغل من دماغه كده، هو جاي له افرنت، والافرنت ده في واحد من فوق بيتحكم فيه اللي هو السنترال كنترول للاوتونوميك. فالفازو موتور سنتر ده لو هو اللي نشط من تاثير الليمبك، يعني ايموشنز نشطت تبعت اشارات للسريبرال كورتكس منها للليمبك سيستم اللي منها ينشط فازو موتور سنتر، وبعد كده الفازو موتور سنتر يقوم باعت الافرنت، والافرنت يقوم خارج بافرنت نيرفات زي ما احنا شايفين، تبدا تنشط الاورجنز كلها بقى. طب العكس، لو انا مثلا تعبان وعايز انام وعايز ارتاح، حاله الريست، عايز خلاص ما بصدق اشوف بقى مكان السرير، عايز انام تعبان طول اليوم، عايز اخش في حاله ريست، حاله رزق جزء الايموشنز اللي عندي في جسمي او الميموري او بقيه اجزاء تانية في السريبرال كورتكس تبدا تنشط الجسم انه يخش في مرحله ريست ومرحله هدوء، فتبدا تبعت اشارات برضو هنا برضو كده لللمبيك سيستم. الليمبيك سيستم ما هو الا مستقبل، يستقبل الاشاره من السريبرال كورتكس، وبدل ما ينشط الفازو موتور سنتر بقى عشان ينشط الجسم، لا الجسم عايز يرتاح دلوقتي، يقوم منشط كارديو انهبيتوري سنتر اللي هو الجزء الثاني اللي معمول بالاحمر ده اللي بسميه فازو فيجال سنتر. كلمه فيجال دي يا جماعه بالمناسبه معناها باراسمباثيك عشان تبقوا عارفين برضو، كلمه فيجال او فيجاس اللي هو الباراسمباثيك، هتنشط الكارديو انهبيتوري سنتر كده انا هنشط باراسمباثيك. هو الباراسمباثيك بيطلع منين؟ لسه احنا قايلين من شويه، كرانيو اللي هي من الكرانيال نيرف اللي هم كانوا 12 احنا بنختار فيهم العاشر والتاسع والسابع والثالث، والسكره اللي هو الثاني والثالث والرابع زي ما احنا اتفقنا. فالنيرف هيقوم طالع
هيقوم بعد ما تساب الاشاره الكارديو انهبيتوري سنتر، تساب الاشاره من الليمبيك سيستم، تقوم على طول واخده الاشاره منها وبعتها لاورجان معين، بعتها مش عارف لاورجان تاني، بتشتغل على اورجان واحد، بعكس السمباثيتك لما كان بيجي يشتغل كان كله بيشتغل مع بعض. فالكارديو انهبيتور سنتر بتشتغل على نيرف واحد من هنا اهو، او نيرف ده او نيرف ده او نيرف ده، ممكن تنشط لها 2 3 4 اورجان مع بعض، اورجانين 2 3 مش عارف ايه، لكن ما تنشطش الاورجانز كلها مع بعضيها، تعمل تحصل مشاكل كتير. لكن الكفازو موتور سنتر لما كان بيجي يشتغل كان لازم ينشط كل السمباثاتيك استعدادا لفايت، خناقه كبيره، او فلايت انك تهرب مثلا لو في حريق في البيت او حاجه، تلاقي نفسك بتجري بعشوائيه بقوه، جبت القوه وجبت السرعه دي منين ما تعرفش، السمباثاتيك اكتف جدا في جسمك، خلاك عملت حاجات انت نفسك ما كنتش تتوقع ان انت ممكن تعملها. طب واحد يسالني سؤال يقول لي مثلا طب انت تضمن منين يا دكتور ان الاشاره اللي طالعه من الليمبيك سيستم ديت لما تيجي مثلا تنشط الفازو موتور سنتر ما تنشطش الكارديو انهبيتور سنتر؟ يعني هقول لك، يعني الاشاره طالعه من الفازو موتور سنتر دي اشاره نازله هنا من الليمبيك سيستم ورايحه للفازو موتور سنتر، الاشاره دي اول ما تنشط الفازو موتور سنتر يقوم الفازو موتور سنتر باعت افرنت، ده اللي احنا اتفقنا عليه عشان ينشط السمباثاتيك، ويقوم هو نفسه باعت اشاره موقف الكارديو انهبيتور سنتر عشان ما ينشطش ويبقى بيعمل الاثنين مع بعض غلط. كذلك برضو لو الليمبيك سيستم واصل لكارديو انهبيتور سنتر او باعت اشاره الكارديو انهبيتور سنتر، هو نفسه يقوم باعت اشاره افرنت عشان ينشط الاورجان المعين، وبعد كده هو نفسه يقوم موقف الفازو موتور سنتر عشان لو واحد فيهم اشتغل التاني ما يشتغلش. اتفقنا بالظبط كده. الفازو فيجل سنتر يا دكتوره سمر هو انا كاتبها لك فوق اهو، الفازو فيجل سنتر هو الكارديو بيساوي الكارديو انهبيتور سنتر سي اي سي. تمام كده، كده احنا فهمنا الرسمه دي كويس يا جماعه. يبقى تلخيص للكلام ده بس عشان الرسمه دي كويسه قوي ومهمه قوي، وهنتكلم عليها قدام في ان شاء الله في السمباسو مايميتك او السمباثاتيك اجونست. انا دايما بحب يعني عشان تعرفوني دايما اسلوبي اسلوب رسومات، دايما بقول الفارما از ستوري، هي رسمه وعليها كل الكلام، هي قصه وحكايه على بعضها. يبقى انا لو انا دلوقتي عايز اتخانق دلوقتي ايه اللي ممكن يحصل؟ السريبرال كورتكس جمع اشارات من الايموشنز ومن الميموري والكلام ده، تبدا تبعت اشارات تحفيزيه للليمبيك سيستم اللي هو ياخد الاشاره ويبعتها للفازو موتور سنتر، ينزل عليه بافرنت، افرنت نازل ينشط كل السراس ولمبر، كل ال 12 اللي موجودين في السراسك والابر 3 اللي موجودين في اللمبر، ويطلع بسمباثاتيك يقوم منشط الجسم كله. مين اللي اكت اس دي وال افكت؟ بالظبط كده الدكتوره ايمان، الليمبيك سيستم هو اللي يوقف ينشط الاثنين مع بعض، صح. الليمبيك سيستم يبعت يا اما يبعت لفازو موتور سنتر او يبعت لكارديو انهبيتوري سنتر. تمام، دي دكتوره ايمان. دكتوره الاء، اكت اس ديوال افكت، الليمبيك يعني اكت اس ديوال افكت، يقدر يشتغل ده ويشتغل على ده ويشتغل على ده، لو انت تقصدي كده يقدر يشتغل على الفازو موتور سنتر والكارديو انهبيتوري سنتر، يقدر يشتغل على الاثنين طبعا عن طريق هنا اشارات معينه، كيميكال ترانزميترز معينه تنزل تشتغل هنا او تشتغل هنا وتشوف لي الكلام. خلاص يا جماعه، فالموضوع ده الرسمه دي من الرسومات الكويسه قوي اللي هي ان شاء الله تبقى يعني تلم الموضوع وتفهم الدنيا شويه. طيب حد عنده اي سؤال قبل ما اكمل؟ هو ده الجدول ده، هو ده الرسمه اللي احنا كنا بنحكي فيها من شويه، بقول لك ان المظله اوبلنجيتا، سيبك من الهايبوثالاموس، المظله اوبلنجيتا اللي هي النخاع المستطيل ده، هي اللي هي فيها جزئين، فازو فيجال سنتر اللي هو كارديو انهبيتوري سنتر واللي بينشط البار، والفازو موتور سنتر اللي هو في ام سي اللي بينشط السمباثاتيك. بقول لك ان السريبرال كورتكس برضه والليمبيك سيستم جزء السايكيك والايموشنز اللي فيهم اللي هو الحاله النفسيه والايموشن والميموري، دول برضه اللي كنترول الاوتونوميك نيرفس سيستم. الرسمه دي بس ما هي الا رسمه توضيحيه، هتقابلنا كمان شويه من كتاب لبن كوت لو تعرفوه، يعني ده كتاب الفارما بتاعي يا جماعه، يعني ده الورق اللي انا بشرح لكم منه ده كتاب الفارما بتاعي اللي ان شاء الله هينزل على اخر السنه ان شاء الله. حد عنده اي سؤال دلوقتي قبل ما اخش في الجزء الثاني من المحاضره؟ طب الناس فاهمه ولا ايه؟ الناس فاهمه كويس؟ الناس فاهمه كويس؟ عظيم. طيب عظيم، نكمل تمام. تمام جدا، خلاص نكمل يلا. انا دلوقتي خلصت، خلاص عرفت بقى ان السمباثيك لو عايز اطلعه بيطلع منين، نطلع بنطلع من سراس ولمبر، والبارا سمباثيك لو عايز نطلعه بنطلعه منين، بنطلعه من الكرانيو ساكرال كرانيو اللي هم العشره اللي شخصناهم في 1973 لو فاكرين، العاشر والتاسع والسابع والثالث، والساكرال كان من الثاني والثالث والرابع. تمام كده، انا بس عايز اقول لك الكتاب مش هينزل دلوقتي يا جماعه، الكتاب ان شاء الله يخلص هينزل على اخر السنه يا دكتوره سمر ان شاء الله، لسه بس بعمل فيه شويه تعديلات واضافات وصور وحاجات توضيحيه كده ان شاء الله تفيدكم قوي. يعني الاوتونوميك نيرفوس سيستم ده بقى انا دلوقتي عايز بس اقارن بين السمباثيك والباراسمباثيك، يعني انا قارنت في الاول خالص بين الـ
قارنت في الاول خالص بين الاوتونوميك والسوماتيك، قارنت بين الاوتونوميك والسوماتيك، نجمع الكلام كده. الاوتونوميك هو حاجه لا اراديه بالكنترول الانفولنتري اورجان اللي اتفقنا عليهم، اللي هم كانوا مش عارف سموث ماسل فايبر، اي برونكاي، جي اي تي، رينالي تراك، سكس اورجان، وبعد كده الكارديو فاسكولار اللي هو الهارت والبلاد فيزل، وبعد كده الاكسكراين جلاند. كل دول كان بالكنترول عليهم الاوتونوميك. قلنا الاوتونوميك ده اما سمباثيك وباراسمباثيك، فالسمباثيك يتحكم في الاورجانز دي ينشطها، والباراسمباثيك يتحكم في الاورجانز اللي فاتت ديت يقلل النشاط بتاعها ويقلل الشغل بتاعها. طب تعالى ناخد بقى شويه معلومات بره عن الباراسمباثيك والسمباثيك شويه. يعني بصوا يا جماعه، المحاضره ديت يعني اعتبرها كده محاضره تقديميه في الفارما، لازم تبقى فاهم المحاضره دي كويس قوي عشان اللي جاي بعد كده هيقوم عليها. خلاص، فانا هديكوا دلوقتي يعني كده ريفيو اناتومي، مراجعه صغيره على الاناتومي بتاع السمباثيك والباراسمباثيك، وريفيو للفسيولوجي بتاع السمباثيك والباراسمباثيك، وهنخلص على كده النهارده. وابتداء من المرات الجايه بقى لكل الكلام اللي جاي بعد كده هيبقى قايم على الرسومات اللي انتوا فهمتوها دي. خلاص يا جماعه، طيب تعال ناخد كده مراجعه كده للاناتومي كده بتاع السمباثيك والباراسمباثيك. هو انت يا دكتور حمدي جاي تدينا اناتومي وفسيولوجي؟ احنا جايين نسمع فارما يا عم، بس اصبر عليا. انت دلوقتي لما تاخد اناتومي وتاخد فسيولوجي معايا دلوقتي هتلاقي بعد كده كل الكلام اللي جاي سهل. الفارما اساسا كلها قايمه على الفسيولوجي، لو انت فاهم فسيولوجي صح انت هتفهم فارما كويس. عشان كده انا في اسلوبي بعد كده لما نيجي نكمل شرح بعد كده ان شاء الله لو ربنا ادانا عمر، هتلاقوني كل الكلام اللي جاي هي رسمه وبتكلم عليها. هي الفارما از استوري، اوعى تنسى الكلمه دي. خلاص، الباراسمباثيتك زي ما احنا عارفين من شويه، الباراسمباثيتك كان بيطلع من كرانيو ساكرا، فين تحديدا؟ في الكرانيا، في العاشر والتاسع والسابع والثالث. تكرار للكلام اهو، الساكرال نيرف اللي هو الثاني والثالث والرابع. الجنجليا بتاعته موجوده فين؟ انا مش فاكرين، تعال ننزل تحت ايه رسمه ايه الجنج، ادي الباراسمباثيتك اهو، وادي ده السباينال كورد اهو، تمام، وادي ده السباينال كورد اهو، طالع منه نيرف مش عايزين نعرف اسمه دلوقتي، يريح في جنجليا وبعد كده نيرف تاني. احنا قلنا دي اسمها الجنجليا يا جماعه، يعني لما اجي اقول الباراسمباثيتك نيرف اقول لي اقصد النيرف ده ولا النيرف ده؟ لما اجي اقول لك دلوقتي مثلا انا عايز اقول الافرنت نيرف بتاع الباراسمباثيك، ده باراسمباثيك اهو، الافرنت بتاعه اهو، ده دي السباينال كورد اللي هو كان جاي افرنت من فوق لو فاكرين، وبعد كده ده الافرنت اللي خارج، الافرنت اللي هو بالاي، ده نيرف وده نيرف. انا بس عايز اميز الاثنين عن بعض، هقول عن النيرف ده اهو، النيرف ده كده هقول عليه النيرف اللي قبل الجنجليا، مش دي الجنجليا، ده النيرف اللي قبلها، فهقول عليه بري جنجليونيك. بري ديت يعني قبل، يعني النيرف اللي قبل الجنجليا، وده النيرف ده اللي هو بعد الجنجليا فسميه بوست جنجليونيك، يعني النيرف اللي بعد الجنجليا. فاي نيرف قبل الجنجليا بسميه بري جنجليونيك، واي نيرف بعد الجنجليا بسميه بوست جنجليونيك. كويس قوي، برضو في السمباثيك اهو، السمباثيك برضو بري جنجليونيك، نيرف اللي قبل الجنجليا، وبوست جنجليونيك ده النيرف اللي هو موجود بعد الجنجليا، ودي الجنجليا اللي هنا اهي. تعال نقارنهم ببعض كده، ده برا سمباثيك وده سمباثيك، خليك معايا كده في الرسمتين اللي انا بتكلم عليهم، هنتكلم كده ونقارنهم عن بعض. في البارا سمباثيك البري جنجليونيك ده طويل ازاي، لكن هنا البري جنجليونيك عامل ازاي؟ قصير خالص ازاي. لكن هنا بص وبص في الباراسمباثيك برضو، البوست جانجليونيك شايف قصير ازاي؟ لكن شوف في السمباثيك البوست جانجليونيك طويل ازاي؟ يعني لما اجي اقارنهم من بعض هقول لك السمباثيك بيطلع من سراسو لمبر، لكن الباراسمباثيك بيطلع من كرانيو ساكرا. لما اجي اقارن النيرفات ببعضيها هقول ان البري جانجليونيك في السمباثيك قصير، لكن البري جانجليونيك في الباراسمباثيك طويل. لما اجي اقارن البوست هنا والبوست هنا هاجي اقارن البوست جانجليونيك هنا، البوست جانجليونيك هنا طويل، لكن البوست جانجليونيك هنا قصير. هو ده الكلام اللي مكتوب بالظبط يا جماعه، مفيش اختلاف، الشيب اهو الشكل. في الباراسمباثيك لونج بري جانجليونيك، صح، في الباراسمباثيك لونج بري جانجليونيك، لكن هنا شورت بري جانجليونيك في السمباثيك. تعال نقارن البوست في البري، في الباراسمباثيك شورت بوست جانجليونيك، لكن هنا لونج بوست جانجليون، اختلاف في الطول بس ليس الا. طب مكان الجنجليا في السمباثيك والباراسمباثيك، مكان الجنجليا في الباراسمباثيك بقول انها موجوده قريبه من الاورجن، مش ده الاورجنز اللي هو اللا اراديه، هي اللي هي الهارت والسموث ماسل فاكرين، والجلاندس اللي لسه قايلينهم من شويه، بقول ان الجنجليا قريبه منهم، قريبه منهم او امبيدد. يعني ايه كلمه امبيدد؟ ده بقول لك انها تيرمينال اهي، يعني قريبه منهم يعني، او امبيدد، كلمه امبيدد دي معناها مدفونه، يعني تقريبا يا جماعه الجنجليا دي تقريبا بتكون نايمه على سطح الاورجن، نايم على سطح الهارت والسموث ماسل والجلاند من هنا. تقريبا البوست جانجليونيك ده بيكون قصير جدا جدا لدرجه انك ممكن ما تشوفوش، بس هو موجود، بس لدرجه انك ممكن ما تشوفوش تقول ان الجنجليا نايمه على الاورجنز من هنا، ده في البار. انما في السمباثيك الجنجليا بتكون موجوده قريبه من السباينال كورد اهي، ما هي فعلا الجنجليا موجوده هنا اهي ونايمه قريبه من السباينال كورد، بتكون موجوده على هيئه بيري فيرتبرال تشين. يعني ايه بيري فيرتبرال تشين؟ بيري ديت يعني حوله، حول الفرتبرا، حول الفقرات. يعني افكركم احنا قلناها في اول المحاضره، بس افكركم كده، اطلع كده اطلع معايا فوق كده، ما اجي افكركم احنا الرسمه ديت اللي كنا بنقول عليها خالص في اول صفحه اهي،
ده الباراسمباثيك اهو، شايف النيرف بتاعه اللي هو البيري جانجليون طويل ازاي. لكن بص على السمباثيك، السمباثيك النيرف هنا قصير، موجود على هيئه تشين الجنجليا اهي، موجود على هيئه تشين حوالين الفرتبرا او حوالين الفقرات بتاع السباينال كورد. طيب كويس قوي افتكرناه. ننزل تاني، ننزل تاني كده. يبقى احنا عرفنا دلوقتي في الاناتومي الاوريجين بيطلع منين، الباراسمباثيك كرانيو ساكر، لكن السمباثيك سوراس ولمبا. الجنجليا في الباراسمباثيك موجوده مدفونه على الاورجن او نايمه على سطح الاورجن، لكن في السمباثيك بتكون موجوده على هيئه تشين. هو الكلام ده هيفيدني في حاجه في تطبيق قدام، هيفيد جدا، انت هتقابله الكلام ده وهنشوفه. احنا ان شاء الله بنتكلم على ادويه، دي اساسيات قواعد كده لازم تبقى واقف عليها. الشيب الشكل النيرف، والنيرف هنا او ان النيرف هنا ده قصير لكن النيرف ده طويل، هنا النيرف ده طويل لكن ده قصير، مفيش كلام مختلف عن كده. طب الانرفيشن بقى يعني ايه الانرفيشن؟ يعني سمباثيتك وبارا سمباثيتك دول بيغذوا مين؟ ما انت عارف يا عم، انا مش هقول انا بقى، بيغذوا مين؟ سمباثيتك وبارا سمباثيتك بيغذوا مين؟ الاوتونوميك يعني على بعضه بقى بيغذي مين؟ جاوبوا لي كده. الاوتونوميك على بعضه بيغذي مين؟ بينرفيت مين؟ بيدي نيرفات لمين؟ نسيتم؟ ها في ناس بتكتب اهو، نسيتم؟ سموث ماسل صح، سموث ماسل فايبر دكتوره الاء، بيغذي الانفولنتري يا دكتوره سمر صح، سموث ماسل فايبر دكتوره ايه، سموث ماسل فايبر مين كمان؟ ها اللي هم سموث ماسل فايبر اللي هم الاي برونكاي جي اي تي يورينري تراكت اكس اورجان كارديو فاسكولار اللي هو الهارت والبلاد فيزل، ناقص واحده، ناقص واحده صح يا دكتوره ايمان، سموث ماسل فايبر ما ماشي، الانفولنتري اورجان اللي هم مين يعني؟ الكارديو فاسكولار ماشي، ناقص واحده برضه، احنا قلنا سموث ماسل فايبر دي اي برونكاي جي اي تي يورينري تراكت اكس اورجان، وبعد كده الكارديو فاسكولار، وبعد كده الاكسكراين جلاند صح. جلاندس بس يا دكتوره هاجر غلط، اصل الجلاند دي ممكن تكون اندوكراين واكسكراين، انا عايز الاكسكراين جلاند خلاص. طيب نكمل، يبقى بنرفيت مين؟ الاثنين اهو بقول لك موست الاورجنز، مين اورجنز اللي هي الانفولنتري اورجن بس، مش هغير كلامي طول ما انا بتكلم معاك يا جماعه. يعني لما اجي اكلمك كمان شويه بقى السمباثيك بيعمل ايه في الاورجنز دي، وناخد واحد واحد بالتفصيل نتكلم عليه، هفضل اتكلم على الانفولنتري اورجن دول اللي احنا ذكرناهم، مش هغير كلامي. موست اورجان او موست اورجان هم مين؟ اللي هم الانفولنتري اورجان ريسيف ديول انرفيشن، بياخدوا ديول انرفيشن، يعني بيجي لهم سمباثيك وبارا سمباثيك. طب ليه بيجي لهم سمباثيك وبارا سمباثيك؟ اكيد يعني القلب جاي له سمباثيك وبارا سمباثيك، واحد يزود الشغل بتاعه ويزود النشاط بتاعته اللي هو السمباثيك، والتاني يقلل النشاط ويقلل الشغل بتاعه، عشان كده الجسم لازم يفضل في حاله توازن، الاثنين شغالين. تخيل معايا لو انت قطعت البارا سمباثيك الجسم يفضل في حاله اكتيفيتي على طول، تخيل معايا لو انت قطعت السمباثيك الجسم يفضل في حاله ريست وحاله همهدان وحاله تعب على طول. تمام كده يا جماعه، فلازم ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في حاله توازن، احنا الاثنين قبال بعض، احنا الاثنين شغالين قدام بعض. فموست اورجان ريسيف ديول انرفيشن، بيجي لها سمباثيك وبارا سمباثيك. لكن في اورجانز ثانيه بقى تنكه شويه، تقول لك انا زي الفريك ما احبش الشريك، انا هاخد سمباثيك بس ياخد بارا سمباثيك بس. يعني مثلا ابدا معايا كده من اول رقم اثنين، هنرجع لرقم واحد ثاني، الالكتوبيلي ماسل اللي هي اسمها بايلو موتور ماسل. مين الماسل دي؟ الماسل تحت الهير اللي تحت الشعر، اي ماسل تحت الشعر اللي موجود على ايدك ده، دي بيجي لها سمباثيك بس. فلو انت بتتخانق مثلا تلاقي في ناس كده تتخانق تلاقي شعرها وقف، شعر ايديها او شعر راسها وكده، في ناس بتدخن كمان تلاقي شعرها يدخن كده ويطلع حاجات غريبه كده. فالاريكتو بيلي ماسل دي بيجي لها سمباثيك بس. الفنتريكل بتاع الهارت اللي هو البطين بتاع الهارت تحديدا الليفت فنتريكل، خد بالك انا خصيت حته في القلب بقول الفنتريكل بس بتاع الهارت بيجي له سمباثيك، يعني الهارت تانيه ممكن يجي، بقيه الهارت ممكن يجي له سمباثيك وبارا سمباثيك هنعرف قدام، بس تعرف لحد دلوقتي ان الفنتريكل بتاع الهارت بس اللي بيجي له سمباثيك. السويت جلاند الغدد العرقيه بيجي لها سمباثيك بس، اول ما تتخانق نفسك سمباثيك اهو تلاقي نفسك بتعرق. الادرينال مضله، الادرينال المضله بيجي لها سمباثيك بس. مين الادرينال المضله دي؟ طب هي موجوده فين الادرينال المضله دي؟ حد فاكر؟ فكروني كده. موجوده في الكدني يا دكتوره سمر، يعني عايزه توضيح، في الكدني، الكليه او الكليه، سوبرا رينال صح كده، سوبرا رينال. انا عارف ان انتوا عارفين صح، بس انا عايز اجاباتكم تكون ادق. مظبوط يا دكتوره سمر، عايز اجاباتكم تكون ادق. مظبوط دكتوره هاجر، سوبرا رينال دي اول اجابه صح. طبعا انا عارف ان كلكم صح، بس انا بحب الدقه قوي، خليك يعني خليك مور اكيوريت يا جماعه، خليك وانت بتتكلم دايما تكون كلامك دقيق قوي. فالسوبرا الادرينال جلاند ديت، يعني لو انا رسمت الكليه هنا كده مثلا، انا رسمت الكليه كده كده مثلا، هي موجوده فوق هنا كده، موجوده هنا كده، بنسميها الادرينال جلاند او الغده الكظريه لو فاكرينها. الغده الكظريه ديت ليها طرفين، اللي فوق ده اللي هو من بره ده كده اسمه الكورتكس بتاعها، واللي جوه ده هو ده المضله، هو ده بالظبط اللي بيجي له سمباثيك بس. المضله اللي جوه ده اهي دي اللي بيجي لها سمباثيك بس.
طبعا الادرينال المضله بتطلع ابنفرين ونور ابنفرين اللي هو الادرينالين لو متعرفهم يعني. فالسمباثيك لما بينشط بينشط النيرفات وبيطلع بيروح للسراس اللمبر ويطلع منها نيرفات كتير، ويروح برضو للادرينال المضله يخليها تطلع ادرينالين. البلاد فيزلز برضو بيجي لها سمباثيك، بس البلاد فيزلز برضو بيجي لها سمباثيك بس، وهنفهم الكلمتين اللي تحتهم دول في رسمه دلوقتي. تعال نجمعها كده، نجمع الكلام. بقول لك ان معظم الاورجنز بيجي لها ديوال انرفيشن سمباثيك وبارا سمباثيك، لكن الاريكتوبيلي ماسل اللي هي العضله اللي تحت الشعر بيجي لها سمباثيك بس، الفنتريكل بتاع الهارت بيجي له سمباثيك بس، السويت جلاند الغده العرقيه والادرينال المضله بيجي لها سمباثيك بس، البلاد فيزلز بيجي لها سمباثيك بس. طب امال ايه الدايليتور بيوبيلي ماسل ديت، وايه السيركولار بيوبيلي ماسل دول؟ حد عارف؟ حد عارف اكتبه كده، مين الدايليتور بيوبيلي ماسل ومين السيركولار بيوبيلي ماسل؟ دول الاثنين موجودين في نفس المكان على فكره، لو تلاحظ بيوبيلي وبيوبيلي، بيوبيلي ماسل اي جيس فور الاي. طب ماشي، احنا بنسمع اجابات، ما قلتش دكتوره الاء صح ولا غلط يعني. دكتوره ايه؟ لا ها لا برضو عين يعني ماشي. ها شو انا نتكلم انجليش يا دكتور عبد الله، خلينا انجليش بقى. حد عارف لسه يا جماعه؟ طيب حلو قوي. طيب دكتوره الاء حدقه العين، طيب يعني قريبه يا دكتوره اسراء. دكتوره الاء ودكتوره اسراء ودكتور عبد الله الثلاثه دول هم صح فعلا، موجوده في العين. طب تعالى نعرف موجوده في العين ازاي كده. بص يا سيدي، استنى ما اكبر لكم بس الرسمه. طيب استنوا كده يا جماعه، انتوا شايفين الرسمه يا جماعه؟ شايفين الرسمه كويس؟ طيب شايفين انا بتكلم في الجزئيه دي صغيره. طب انا عايز اعمل زوم، انا عايز انا بتكلم في الجزء ده بس، هو ده دي العين اهي، دي اللي انا هتكلم عليه، دي اللي انا هتكلم عليه. طيب خليكم معايا كده. اهو هكبرها شوية اهو. كده كويس، العين باينه كده يا جماعه، العين باينه كده. انا كبرتها اكتر كمان شويه وجبتها مثلا كده كمان اهو، العين باينه كده يا جماعه اهي. تمام قوي زي الفل. تمام دي العين اهي يا جماعه اللي انا بتكلم عليها، احنا بنتكلم عليها اصلا، بتكلم على حاجه اسمها الدايليتور بيوبيلي ماسل اللي هي بيجي لها سمباثيك بس، والسيركولار بيوبيلي ماسل اللي هي بيجي لها بارا سمباثيك بس. يعني ده الاورجان الوحيد في الجسم يا جماعه السيركولار بيوبيلي ماسل ده اهو اللي بيجي له بارا سمباثيك. لكن شوف السمباثيك في اورجانات تانيه بتحب السمباثيك قوي ازاي، ما يجيلهاش بارا سمباثيك. تعال نرجع كده، نرجع للرسمه كده اهي، الاي اهي زي ما انتم شايفين دي العين بتاعتنا اهي. العين في الوسط يا جماعه ده الجزء الابيض، ما يهمناش في حاجه، اللي انا مظلله بالاخضر ده ما يهمناش في حاجه. انا بتكلم على الحدقه السمراء او الزرقاء او الخضراء على حسب عيون الناس يعني، الحته اللي في الوسط دي كده، مش الحته اللي في الوسط دي يا جماعه لو تلاحظ في وسط عينك تلاقي حته كده فراغ كده سمراء كده، مش مختلفه عن بقيه اللون العين. الحته اللي في الوسط دي فراغ، يعني انت لما تخش كده لجوه تخش معاك لجوه، انت ما تخش كده لو عديت منها، لو عديتها باي حاجه دي تخش معاك لجوه، دي اللي بتدخلك لجوه العين، الحته دي ده باب العين كده يدخلك لجوه العين. والعضلات اللي موجوده على الجناب ده اهي اللي هي طالعه خطوط دي كده، ديت اللي بسميها الدايليتور بيوبيلي مصر، دي الدايليتور او الراديال، الراديال يعني عامله زي العصايه كده زي ما انتم شايفين كده، دي اللي بتدي لون العين الازرق بني اسمر على حسب عيون الناس يعني. والعضله الدائريه اللي في الوسط دي بسميها السيركولار، سيركولار يعني دائري، ما العضله فعلا دائريه قدامك اهي، دي السيركولار بيوبيلي ماسل. السيركولار بيوبيلي ماسل ديت واصل لها برا سمباثيك بس. حاضر هقولها تاني، حاضر هقول تاني، ده الاي اهو، سامعني كويس يا دكتوره ايه؟ سامعني كويس؟ ها دي الاي، دي الاي اهي زي ما احنا شايفين. تمام، دي الاي اهي، ده الجزء الابيض، ده الجزء اللي هو الابيض في عينك اللي انا مظلله بالاخضر ده، ودي الحدقه اللي في الوسط بتاعت العين. الحدقه دي طالع منها دي ماسل زي اللي بتدي لون العين اللي هو الريديال ماسل دي اللي هي العصيان دي، كمان شايفين عليها ريسبتور هنعرفه اسمه دلوقتي هيقابلنا حالا اهو. وفي ثانيه عضله ثانيه في الوسط اسمها سيركولار ماسل اللي هي اللي عليها الام 3 ريسبتور، ام 3 ده برضه هنعرف دلوقتي بتاع مين. احنا قايلين السيركولار ماسل دي بيجي لها بارا سمباثيك بس لسه قايلينها من شويه، والراديال ماسلز ديت مع حاجات تانية بيجي لها سمباثاتيك بس. طيب يا جماعه احنا قايلين يا جماعه ان الراديال ماسل، افهم معايا الحته دي بالله عليك، هي كده كده انا هشرحها تاني قدام بس لو فهمتها من دلوقتي يبقى احسن.
كده كده كنت بقول لك قدام ان قال لك اصلي لسه من شويه ان الريديال موسلز ديت جايه لها سمباثيتك بس. سمباثيتك قلنا بيعمل ايه في الجسم؟ بينشط، بيشغل، بيأكتف الجسم. لما ده هيأكتف عضله يعني دي موسلز كده هيأكتفها، هيخليها تكونتراكت، ده الطبيعي، ولا يخليها ريلاكس، يخليها تهدى وتريح كده وتنام؟ اكيد هيخليها تكونتراكت لانه سمباثيتك بينشط، اكزيتاتوري. فلما ينشط العضله ويخلي العضله دي كونتراكت، تتوقع ان العضله دي تقصر ولا تطول؟ ها تتوقع العضله دي جاوب كده، تقصر ولا تطول لما اعملها كونتراكت؟ تقصر ولا تطول؟ جاوبوا، ما انا مستني اجابتكم. تقصر، تقصر، تطول. ها عايز اسمع اجابات تانية وانا اقول الصح في الاول، في الاخر قصدي. تقصر، ها، وانا مع الاغلبيه اللي بتقول هي فعلا تقصر. طب تطول ليه يا دكتوره اشجان؟ بصي كده معايا، دي ماسلز، دي ماسل اهي، انا لما اخليها كونتراكت يعني اخليها تنقبض، الانقباض يخلي الحاجه تقصر ولا تطول؟ اكيد يخلي الحاجه تقصر، يعني الماسل زيت تقصر كده، والماسل زي برضه لما كونتراكت تقصر كده، والماسل دي لما كونتراكت تقصر كده، والماسل دي لما كونتراكت تقصر، والماسل دي برضه لما كونتراكت تقصر، يعني التوتال بتاعهم ان كلهم هيروحوا على الجوانب، هيجوا على الجوانب كده، فالحدقه دي توسع ولا تضيق؟ جاوبهم برضه. لما انا اعمل كونتراكت للماسل زي دي كده، العصر العدد العدد الحدقه اللي في الوسط دي توسع ولا تضيق؟ توسع، تضيق، توسع. ها مين يزود؟ توسع. طيب يا جماعه هجاوب انا برضه، هجاوب انا برضه. طيب، هجاوب انا، هجاوب انا. انا لما اشد العضله دي كده، واما اشد العضله دي كده بكونتراكت اهو، واما اشد العضله دي كده، 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 مش دول كلهم هيتشدوا كده يا جماعه؟ يعني انا لو جيت ارسمها بره هنا كده، ثواني اجيب قلم، لو انا جيت ارسمها بره اهي، دي العين اهي، تمام كده، وادي وادي الماسلز دي ضاقت، يعني اسرت بقت قد كده اهي، ودي اسرت بقت قد كده اهي، ودي اسرت بقت قد كده، ودي اسرت بقت قد كده، لما يكون اهي، ودي اسرت برضو بقت قد كده، خمسه اسر هم زي ما احنا شايفين، يكون التوتال ان حدقه العين بقت عامله ازاي؟ انتوا اللي تجاوبوا من الصوره دلوقتي بقى. يكون التوتال حدقه العين اللي في الوسط اهي وسعت على الاخر اهو، ما انا شديت العضله دي كده، وشديت العضله دي كده، وشديت دي كده، وشديت دي كده، وشديت دي كده، فالتوتال وسع، وسعان العين ده هو خالص اسمه مدري، حد فاكر؟ مدرياسز. هتقابلنا ان شاء الله في الورق، احنا معانا الورق مكتوب فيه كل حاجه ان شاء الله، اسمه مدري ياسز. وصلت الناس اللي كانت بتجاوب غلط يا جماعه؟ يعني انا لما انا اعمل ده كده واصل له سمباثيك الريديال ماسل دي، لما سمباثيك يروح لها يخليها كونتراكت، لما تكونتراكت الماسلز دي تتشد على الجناب كده، تشد تتشد تتشد اهي، شايفين حدقه العين بقت عامله ازاي؟ وسعت خالص، حصل مدرياسز للعين. طب كويس قوي. طب مين العضله السيركولار اللي هي العضله الدائريه دي اللي هي جايه لها بره سمباثيك بس، عليها ام 3، وهنعرف مين الام 3 ده كمان شويه، عليها بره سمباثيك بس اهي. تخيل معايا العضله ديت لو انا عملت، لو هي جايه لها بره سمباثيك بس، البره سمباثيك هنا مش هيريحها، البره سمباثيك هنا هيخليها كونتراكت برضه، يخلي العضله الدائريه دي كونتراكت. انا قلتلكوا في اول المحاضره خالص، قلتلكوا في اول المحاضره خالص، البره سمباثيك دايما بيهدي والسمباثيك دايما بيشغل، بس قلت لك مفيش حاجه مطلقه، اوعى تنسى كل كلمه بقولها انا اكيوريت فيها قوي واقصدها خلاص. فالباراسمباثيك احنا قلنا دايما انه بيهدي، لكن لو انا قلت لك ان الباراسمباثيك لما يجي للماسلز الدائريه ديت هيخليها تكون، هيخليها تبقى يحصل لها اكزايتيشن، يخليها كونتراكت، تتوقع لحدقه العين دي تضيق ولا توسع؟ فكر. الباراسمباثيك اللي رايح هنا هيخلي العضله دي كونتراكت، يخليها تضيق ولا توسع؟ طيب انا بسمع الاجابات، ها بقيه الناس تجاوب، بقيه الناس تجاوب. يعني دكتوره منى ودكتوره سمر احسن منكم يعني مثلا؟ يعني ايوه كده يا جماعه، جاوبوا كده عشان الضغينه كده والغل والحقد يشتغلوا كده، جاوب. ايوه كده جاوبوا، ها جاوب حتى لو غلط استفيد. ها تدي كونتراكت، تدي 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 تدي، ماشي. حد عايز يضيف اي اجابه تانية؟ احنا معانا تقريبا حوالي حاجه وشويه، يعني حاجه و20 تقريبا ناس، هو الناس دول الاكتف بس ليه؟ طيب هي اجابتهم صح، لما انا كونتراكت العضله ديت، العضله دي لما العضله دي بسميها مايوزس، هنعرفها كمان شويه، اكتبها لكم في الشات اهي، مايوزس، مايوزس ده دي حدقه العين، انما مدرياسس ده اتساع حدقه العين. طيب كويس قوي، هنرجع لكلامنا تاني. يبقى دلوقتي لحد دلوقتي انا كنت بقول لك ان الاورجنز كلها بيجي لها سمباثيك وبارا سمباثيك، اللي بيجي له سمباثيك بس اللي هم دول، واللي بيجي له بارا سمباثيك بس اللي هي السيركولار بيوبيلي ماسل، البارا سمباثيك اللي رايح للسيركولار بيوبيلي ماسل بيعمل مايوزس، والكلام ده لسه هينشرح قدام ان شاء الله. تمام لحد دلوقتي في حد مش فاهم حاجة؟ لحد دلوقتي في حد محتاج أي حاجة أو مش فاهم حاجة؟ لو مش فاهم أي حاجة اكتب لي يا جماعة.
هنعيد مرة واتنين وتلاتة، أهم حاجة تخرج من المحاضرة ديت فاهم كل حاجة، ده بنأسس دلوقتي. زي الفل، مية مية. طيب، طيب بص يا جماعة، آخر حاجة خالص احنا كناش قلناها ديت، اللي هي الحتة الأخيرة ده، قبل ما نخش بس على ريفيو فيسيولوجي، احنا كده رجعنا اناتومي، عايزين نراجع بس حته فيسيولوجي كده بس قبل ما نخش عليها. انا قلت لك ان السيمباتيك بيروح للدايليتور بيوبيلي ماسل، بيروح للالكترو بيلي ماسل اللي هي العضله اللي تحت الشعر، للفنتريكل تحديدا بتاع الهارت، للسويت جلاند للادرينال المضله، للسمول بلاد فيزلز. السمول بلاد فيزلز دول بيروح لهم سيمباتيك بس، بيروح لهم سيمباتيك بس. بيقول لك السمول بلاد فيزلز، اقرا كده الكلام معايا، بيقول لك السمول بلاد فيزلز هاف انرفيتد سيمباتيك ريسبتور ونون انرفيتد بارا سيمباتيك ريسبتور. ايه بقى الكلام المكلكع ده يا عم، انت بدات تضلمها ليه؟ لا يا عم مفيش ضلمه ولا حاجه، ركز معايا كده. انا لما اجي ارسم هنا كده بايدي، لما اجي ارسم بلاد فيزل، ادي بلاد فيزل اهو، بقول لك ان البلاد فيزل رايح له سمباثيك بس، ادي بلاد فيزل، ادي بلاد فيزل اهو. يعني سوري على رداءة الرسم يا جماعه، انا اصلا مش بعرف ارسم بس ادينا بنحاول يعني. وادي يعني هنحاول نرسمه مقلوب شويه، ده كده البرين اهو السباينال كورد، ادي البرين اهو، هقلبه هرسمه مقلوب بس اهو، دي السريبيلا من اللي هي المخيخ وكده، وادي الليمبك سيستم اللي كنا بنتكلم عليه شويه ان هو بيجمع الاشارات، وتحتيه هنا حاجه اسمها الفازو موتور سنتر والكارديو انهبيتوري سنتر لو فاكرين، وقلنا بقى بنقسم ده مش عارف لسيرفيكال ومش عارف ثوراسيك ومش عارف للامبر ومش عارف لساكرال والكلام ده. الدكتوره ايمان بتقول ان الباراسمباثاتيك بيروح للسيركولار بيوبيلي ماسل استثناء، انا بقول لك ان السيركولار بيوبيلي ماسل ده بيروح لها باراسمباثاتيك بس، استثناء، قايلين كل الاورجانز بيروح لها سمباثاتيك وباراسمباثاتيك، لكن في اورجان تينيكا شويه يعني السيركولار ماسل ديت بيروح لها باراسمباثاتيك بس. الدايليتور اللي هي اللي كانت دائريه اللي كانت عامله شبه ده شكل العصيان ديت، دي كان بيروح لها سمباثاتيك بس. تمام؟ ثواني بس يا جماعه هقفل الموبايل، ثواني معايا. خلاص يا دكتورة إيمان وصل الحتة ديت، ردي عليا كده عشان نكمل. بيحصل فيها اكسايتيشن صح كده، ما احنا قايلين مفيش حاجه مطلقه، انا قايل لكم ان مفيش حاجه مطلقه، عارفه الكلام ده هيتفسر قوي قوي من المرات الجايه ان شاء الله. يعني احنا كنا قلنا في البدايه خالص، يعني مش عايز بس اكبر الموضوع في اول حصه، يعني عايز بس ايه الدنيا تمشي هاديه كده. انا كنت قايل لكم ان السمباثيك والباراسمباثيك، السمباثيك دايما بينشط، الباراسمباثيك دايما بيهدي بس مش مطلق، ممكن الباراسمباثيك ما دام هو بيهدي ممكن ينشط مره، فدي حاله واحده من ضمن الاكسبشن، والاكسبشنز كلها احنا هنجمعها مع بعضيها ما تقلقيش. فاول بس مره كده احنا بنرمي اساسات بس كده، عايزكم بس تعرفوا معايا شويه معلومات كده لحد ان شاء الله ما نبدا ندوس اكتر في الفارما، ان شاء الله هتلاقوا الدنيا بقت احسن واجمل واسهل بكتير. تمام، الاوتونوميك لذيذ جدا لذيذ جدا. طيب انا كنت بكلم ان البلاد فيزل رايح لها سمباثيك بس، يعني مثلا ادي البلاد فيزل اهو، وعليه هنا مثلا ريسبتور للسمباثيك بسميه الفا 1، وهنعرف حالا مين هم الالفا 1 دول، وادي النيرف اهو طالع، دي سيرفيكال ثوراسيك اللي هم ال 12، والابر 3 في اللمبر، هاخد واحده منهم اهي سمباثيك جانجليا اهي، وخارج منها البري البوست جانجليونيك قصدي اللي هيجي يريح هنا كده خلاص، عشان يبدا يطلع مواد معينه تنزل تعمل اكزايتيشن للبلاد فيزل، تعمل اكزايتيشن للبلاد فيزل، تعمل في فازو كونستريكتو تخليه دي ما سمباثيك، سمباثيك عايز يعلي الضغط، عايز ينشط، عايز يضغط البلاد فيزل يخليه يزود الضغط فيه. فالبلاد فيزل بصوا يا جماعه حاجه غريبه قوي، البلاد فيزل اللي هو الوعاء الدموي ده واحده من الانفولنتري اورجان، طالع لها سمباثيك اهو، جاي لها نيرف، يعني اقدر اقول ان الريسبتور اللي موجود على البلاد فيزل ده اللي هو الفا 1، هنعرفه كمان شويه هو مين الريسبتور الموجود على الفا 1 ده، اللي هو الريسبتور الفا 1 ده اللي هو موجود على البلاد فيزل، اقدر اقول عليه انرفيتد ريسبتور. يعني ايه انرفيتد ريسبتور؟ يعني هو ريسبتور جاي له نيرف بكل بساطه. لكن المسكارينيك اللي هي الباراسمباثيك ريسبتور يعني اللي هنشوفها كمان شويه برضه، الباراسمباثيك ريسبتور هنا الموجود ام 3 ده ريسبتور موجود للباراسمباثيك، لكن الريسبتور ده نون انرفيتد مش جاي له نيرف، هو النيرف المفروض يجي له منين؟ يا اما من كرانيو يا اما من ساكرال، ما هي برا سمباثيك، لا النيرف ده مش الريسبتور ده موجود اهو، الريسبتور بتاع الحاجه موجود لكن ما بيجيلوش نيرف. طب يا دكتور بعد ما ينشط يرجع لحالته الاولى تاني، دكتور عبد الله تقصد البارا سمباثيك لما يشتغل على السيركولار ماسل؟ يعني طبعا هو بيشتغل عليها لفتره وبعد كده يسيبها، يعني انت في حاله الريست مثلا لو انت فتحت عين واحد وهو نايم بس من غير ما يحس طبعا لانه هيقوم يضربك على طول، لما انت فتحت واحد عين واحد وهو نايم ف
فهو نايم دلوقتي، هو في حاله الريست، في حاله ان الباراسيم مساتك مسيطر على جسمه كلها. لو فتحت عينه كده بالراحه هتلاقي حدقه العين اللي جوه دي ضيقه قوي. ضيقه ليه؟ اصل الباراسيم مساتك راح يشتغل على السيركولار مصر الدائريه دي، عمل فيها ميوزس فضيقها جدا. حاولوا تشوفوها كده يا جماعه مع الناس، هتلاقوها فعلا موجوده كده. الكلام اللي بقوله ده كلام واقعي وكلام حقيقي. طيب البلاد فيزل زي ما احنا شايفين اهو، البلاد فيزل عليه الريسبتور بتاع الباراسمباثيك لكن مش جاي له نيرف، لكن البلاد فيزل عليه الريسبتور بتاع السمباثيك لكن جاي له نيرف. على كده جسمي يقدر يدي اكشن للبلاد فيزل، يديها سمباثيك بس، لكن ما يقدرش يديها باراسمباثيك. طب يعني البلاد فيزلز ده لما السمباثيك يشتغل عليه يعمل فيه فازو كونستريكتور، طيب وما ما يشتغلش عليه يهدى ويحصل ويحصل له فازو اريتيشن، يوسع عادي ويرجع كويس تاني. طيب المعلومه دي معلومه مهمه يا جماعه، هتفيدني قوي قدام، ركز معايا فيها وخليك عارفها كويس، ان البلاد فيزل بيجي له سمباثيك بس، لكن الريسبتور بتاع الباراسمباثيك موجود لكن ما بيشتغلش، اصل مش جاي له نيرف. خلاص كده؟ طيب الحته دي واضحه قبل ما نكمل؟ واضحه قبل ما نكمل؟ ممكن تاني؟ حاضر، عينيا الاثنين، حاضر. ايوه بجد نون انرفيتد والله، ايوه صح، اول مره تتخيل، مش مشكله يعني، هي ده الصح يعني، هي فعلا نون انرفيتد. تمام، اعيدها تاني يا دكتوره، بس دكتوره الاء اعيدها لك تاني. حاضر، بقول لك ان البلاد فيزلز الاوعيه الدمويه اللي في جسمنا جاي لها انرفيتد ريسبتور، يعني هي عليها الريسبتور بتاع السمباثيك اهو، والنيرف بتاع السمباثيك جاي لها، جاي لها طبعا من ثلاث ولمبر زي ما احنا متفقين، فاكرين الليمبيك سيستم فازوموتور فازوموتور سنتر افرنت، وبعد كده سمباثيك يخرج من الثلاث ولمبر. النيرف واصل للالفا 1 اللي هي الريسبتور بتاع السمباثيك اللي موجود على البلاد فيزل، لكن الباراسمباثيك الريسبتور بتاعه موجود لكن مش جاي له نيرف. يعني الباراسمباثيك، ركز في الجمله دي حلوه دي كده، بقول لك ايه، الفسيولوجيكال اكشن، فسيولوجيكال يعني حاجه بتاعت جسمي، الفسيولوجيكال اكشن اوف الباراسمباثيك على البلاد فيزل موجود ولا مش موجود؟ عيدها تاني، عيدها تاني وتجاوبهم، عيدها تاني وتجاوبهم. طيب ركز كده معايا، عيدها تاني وتجاوبهم، بقول لك الفسيولوجيكال اكشن، فسيولوجيكال اكشن يعني حاجه بتاعت جسمي، الفسيولوجيكال اكشن اوف الباراسمباثيك على البلاد فيزل موجوده ولا مش موجوده؟ جاوبوا كده. يعني الباراسمباثيك بتاع الجسم يقدر يشغل، الباراسمباثيك بتاع الجسم يقدر يشغل البلاد فيزل ولا ما يقدرش يشغلها؟ مش عايز كلمه اعتقد، انا عايزك تكون مركز. بص كده بالراحه، بقول لك الباراسمباثيك اللي هو كرانيو، اللي هو ساكرال اهو، وكرانيو من هنا كده، فاكرين اللي هو 1973، الباراسمباثيك يقدر يشغل البلاد فيزل ولا ما يقدرش يشغلها؟ جاوبه تاني. طيب لا لا لا، انا عايز اسمع كل الاجابات. ها طيب كل الاجابات اللي بتقول لا صح، فسري لي انت يا دكتوره سمر. ايوه ليه؟ يعني الباراسمباثيك يقدر يشغلها، الباراسمباثيك بتاع جسمي يقدر يشغل البلاد فيزل. خلاص يا جماعه انتوا كل اجاباتكم صح، خلاص انا عايز اسمع بس الدكتوره سمر عشان بتقول ايوه. انت بتقولي ان الباراسمباثيك يقدر يشغلها. طب حلو، الريسبتور موجود ليه؟ اصل الريسبتور هيعمل حاجه تانية يا دكتوره مروه، الريسبتور هيعمل حاجه تانية هيخليها يعمل لها فازو ديليتيشن، يعني هو يقدر يعمل فازو ديليتيشن للبلاد فيزل، بس الريسبتور نفسه اللي هيشتغل. طيب ماشي عادي ولا يهمك يا دكتوره سما. دكتوره مروه بس الريسبتور موجود اه، لكن مش جاي له نيرف، يعني السنتر اللي هو البرين والسباينال كورد مش هيقدروا يدوا امر للبلاد فيزل انه يحصل له فازو ديليتيشن، لكن الريسبتور نفسه هو اللي يعمل الفازو ديليتيشن. هنعرف الكلام ده قدام شويه ان شاء الله. اللي عايز اسالك بس، دايما في سؤال كده بيحبوا يضحكوا بيه على الطلبه، دايما يقول لك ايه، الفسيولوجيكال اكشن اوف الباراسمباثيك اون البلاد فيزل از فازو ديليتيشن. غلط، اصل الباراسمباثيك اصلا ما فيش نيرف واصل هنا، يعني هنا في فازو موتور سنتر، قصدي في سيريبرال كورتكس يبعت اشاره للليمبيك سيستم، كارديو انهيبيتوري سنتر لو فاكرين اللي هي الفازو فيجل، هقول والله هقول ازمتها، حاضر، فازو فيجل يبعت اشاره هنا يجي ينزل، ما فيش نيرف خلاص يوصل. الريسبتور هنا موجود لان الريسبتور نفسه هنعرف بعد كده انه بيطلع ماده اسمها نيتريك اوكسايد ان او، الماده دي هي اللي تقدر تعمل فازو ريتيشن للريسبتور. اتفقنا يا جماعه؟ بالاضافه لحاجه كمان يا دكتور عبد الله، بالاضافه ان انا لو انا اديت دواء من بره يشتغل على ام 3 يقدر يعمل فازو ديليتيشن للريسبتور، يعني في فارماكولوجيكال اكشن للريسبتور ده، فارماكولوجيكال اكشن لو اديت انا دواء من بره، انا لو اديت دواء من بره الريسبتور موجود هيخش يشتغل عليه ويعمل لي الاكشن المطلوب. تمام كده؟ البارا يعني احنا مسمينه بارا مجازا، بارا لا هو الريسبتور ده ريسبتور للبارا اه، بس هو نفسه بيقدر يعمل فازو ديليتيشن، الريسبتور نفسه يا جماعه، الريسبتور نفسه اللي بيقدر يطلع الماده دي بعد كده ويعمل فازو ديليتيشن. احنا نعرف الباراسمباثيك ريسبتور قدام شويه.
الحته دي ما كنتش عايز اقولها دلوقتي، بس انا طمعان ان انتوا تتفهموها لحد ما نتكلم قدام شويه ومعلوماتنا تكتر اكتر، هتلاقي ان شاء الله ظبطت قوي. تاني يا دكتور. حاضر حاضر. ملخص الرسمه دي كلها ايه على بعضها؟ اللي انا عايزك تعرفه منها، اللي انا عايزك تعرفه ان البلاد فيزل عليه ريسبتور للسيمباثيك اللي هو بيجي له نيرف، والريسبتور بارا سيمباثيك مش جاي له نيرف، لكن الريسبتور ده هو اللي يقدر يعمل فازوليتيشن للريسبتور. للريسبتور تاني تاني معلش سوري. البلاد فيزل اللي هو الوعاء الدموي ده جاي له نيرف من سيمباثيتك يشتغل على الفا 1 ويعمل فيه فازو كونستريكتور، لكن مش جاي له بارا سيمباثيتك. طب هيحصل له فازو ديليتيشن ازاي؟ هيفضل فازو كونستريكتور يعني؟ لا، الام 3 نفسها الريسبتور نفسه هيقدر يعمل فازو ديليتيشن للريسبتور، فازو ديليتيشن للبلاد فيزل عن طريق ماده اسمها نيتريك اوكسايد. تلخيصا للكلام كله تاني اهو، تلخيصا للكلام كله تاني، تلخيصا للكلام كله تاني، البلاد فيزل جاي له نيرف بس من السمباثيتك اشتغل على الفا 1 يعمل فازو كونستريكتور، لكن مش جاي له بارا سمباثيتك، لكن الريسبتور بتاع البارا سمباثيتك موجود، الريسبتور موجود لكن مش جاي له نيرف. هجاوب على سؤال الدكتورة منا، طالما مفيش استجابة لإيه؟ طالما مفيش نيتريك أوكسيد، طب بتجيبه وهو بيطلع نتيجة امبالس. دي بقى في شغل الريسبتور نفسه يا دكتورة، هتبان قوي هتبان قوي. المادة دي من دواء؟ لا، المادة دي بتطلع فيسيولوجيكال في الجسم، هتبان إن شاء الله في الأيام الجاية، بس خليكم معايا بس كده إن شاء الله، لما ندوس شوية في الباراسمباثيتك والسمباثيتك هتفهموه، هنشرحها بالتفصيل، هنخش داخل البلاد فيزل كده ونفتحه ونعرف بتيجي إزاي. خلاص يا جماعة، المادة دي بتطلع من الاندوثيليال، لو انتوا تعرفوها بيطلع من الاندوثيليال بتاع البلاد فيزل نفسها، هو اللي بيطلعها نفسها، هو اللي بيقدر يعمل فازوليتيشن لنفسه، بيعمل فازوليتيشن لنفسه غير معتمد على الباراسمباثيك او غير معتمد على البرين والسباينال كورد اللي فوق. الكلام ده هيتبان قدام قوي يعني، اصبروا بس شويه معايا، انا بس عايزكم تعرفوا المعلومه ديت وحطها في مخك كده، بوت ان يور مايند، لحد ما نقابلها قدام ان شاء الله. اتفقنا ان انا كل اللي عايز اخرج منه من الرسمه ديت، في نيرف واصل للسمباثيك، نيرف سمباثيك واصل للريسبتور السمباثيك اللي موجود على البلاد فيزل، لكن الباراسمباثيك الريسبتور بتاعها موجود لكن مش وصل لها نيرف، هو اللي انا عايزك تعرفه من الرسمه دي دلوقتي. اتفقنا؟ حدش فاهم حاجه لحد دلوقتي؟ طيب طيب الفازو ديليتيشن يعني الفازو ديليتيشن ولا نيتريك اوكسيد؟ انا دكتوره هاجر حاولي تكتبي كله عربي وانا هفهم، حاولي تكتبي كله عربي وانا هفهم، لما نخش بس في اخر حته في الفسيولوجي وبعد كده نختم النهارده ان شاء الله، دي اخر حاجه معانا ان شاء الله يا جماعه. اكتبي تاني كده يا دكتوره هاجر عشان اشوف كده. صلى على رسول الله كده، قولوا لا اله الا الله، جدد ايمانك كده. دكتور هو الام 3 از بارا سمباثيك؟ اه، هنعرف انواع الريسبتورات دي دلوقتي حالا اهو. حاضر. النيتريك اوكسيد الايه؟ الدايلاتيشن بيحصل بين النيتريك اوكسيد ولا لوحده لما السمباثيك يقل؟ لا لا، لما السمباثيك يقل الاكشن بتاع السمباثيك بيروح، لكن اللي يعمل فازوديليتيشن هو النيتريك اوكسيد. النيتريك اوكسيد هو اللي يعمل فازوديليتيشن. انت تقصدي يعني ان انا لو شلت الاثر الفازوكونستريكتور بتاع السمباثيك يقوم البلاد فيزل مريح؟ لا، لازم ماده اسمها نيتريك اوكسيد برضه تريح البلاد فيزل شويه. تمام. الام سي يا دكتوره بقى اللي هي الريسبتورات دي هنقابلها دلوقتي اهو. بص كده قبل ما نخش بقى في الفسيولوجي، قبل ما نخش في الفسيولوجي الرسمه دي، تعالى كده نرجع كده الرسمه دي يا جماعه. بصوا الرسمه ديت اللي هي كانت ملخص اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه دلوقتي كده، ده هو البرين والسباينال كورد اهو، ده البرين والسباينال كورد اهو زي ما احنا شايفين، ده البرين والسباينال كورد. البرين والسباينال كورد بينقسم هو سيريبرال كورتكس والليمبيك سيستم فازو موتور وكارديو انهبيتوري سنتر، على حسب بقى انا عايز اطلع مين. الليمبيك سيستم لو كان عايز يطلع سمباثيك فازو موتور، كان عايز يطلع برا سمباثيك كارديو انهبيتوري سنتر. طب كويس قوي، تعال نشوف بقى شويه حاجات كده كده حاجات هنا هتفيدنا قوي دلوقتي في الفسيولوجي. دلوقتي اللي احنا هنقوله على الرسمه دلوقتي هو اللي هنقوله في الفسيولوجي، زي ما انا قايل لكم الاول اسلوبي اسلوب رسومات. طيب ادي الافرنت اهو خارج اهو، لو كان لو كان سمباثيك، الافرنت اللي خارج سمباثيك ده من الفازو موتور سنتر يا جماعه، ادي الافرنت اهو، بعد كده خارج افرنت، اتفقنا ان كان البري جانجليونيك اللي قبل الجانجليا ده بسميه بري جانجليونيك نيرف، واللي بعد الجانجليا بسميه بوست جانجليونيك نيرف. طب الاشاره خرجت من هنا ازاي؟ النيرف ده يبلغ الاشاره للنيرف الثاني عن طريق الجانجليا؟ النيرف ده في الاخر يا جماعه لازم يطلع مواد معينه هنا كده اسمها نيرو ترانزميتر، مش مكتوبه هنا، اسمها نيرو ترانزميترز، اكتبها كده اسمها نيرو، اكتبها لكم في الشات احسن، اسمها نيرو ترانزميتر، نيرو ترانزميتر او نواقل عصبيه، اكتبها تاني نيرو ترانز
نيرو ترانزميتور. نيرو ترانزميتور زي ما احنا شايفين كده من الاسم، نيرو يعني عصبي، ترانزميتور يعني ناقل، ناقل عصبي يعني، يعني النيرف ده في الاخر هنا يقوم مطلع مواد معينه كده. الماده اللي بيطلعها النيرف البريجانجليونيك دايما بتكون استايل كولين. مش ده بريجانجليونيك يا جماعه في الباراسيمباثيك، وده بريجانجليونيك في السيمباثيتك. النيرف اي نيرف بريجانجليونيك سواء ده او ده، اي واحد فيهم بيطلع ماده الاستايل كولين دي. زي ما احنا شايفين هنا برضو ده بيطلع استايل كولين اهو، طبعا مع فرق الطول، شايفين ده طوله قد ايه وشايفين ده طوله قد ايه. طبعا فرق الطول ده بيطلع استايل كولين وده بيطلع استايل كولين. النيرف ده يقوم مطلع استايل كولين. خلينا نمشي مع السيمباثيتك. النيرف ده بيقوم مطلع ماده اسمها استايل كولين، تنزل تخبط على باب الجنجليا. الباب ده اهو، الباب ده اسمه ايه؟ الباب ده ريسبتور يا جماعه، مستقبل برضه، يستقبل. الموضوع مش ماشي كده يعني عبيط بالعبيط كده، لا اكتبها لكم برضه، ده اسمها ريسبتور. ريسبتور هنعرف دلوقتي انواع الريسبتور ان شاء الله في المرات الجايه برضه. الريسبتور ده ريسبتور، الاستايل كولين ينزل يخبط عليه، ينقل الاشاره من النيرف ده للجنجليا. الجنجليا بدورها اللي هي محطه، محطه نيرف بيريح فيها، قلنا النيرف يعني نفسه قصير. الاستايل كولين ينقل الاشاره للنيرف ده، ينقل الاشاره قصدي للباب، الباب يقوم واخدها والريسبتور ده ينقلها للجنجليا. الجنجليا تقوم نقلها للنيرف التاني اللي يمشي طويل طويل ويقوم مطلع مواد هنا برضه، تنزل تخبط على الريسبتور الموجود على سطح الانفولانتري اورجن. هما مين الانفولانتري اورجن؟ سموث ماسل فايبر اللي هي الاي، برونكاي، جي اي تي، رينال ريفلكسكس اورجن، والكارديو فاسكولار، والاكسوكراين جلاند. بنعيد مره واثنين وثلاثه و10 اهو. يبقى ادي نيرف بريجانجليونيك يطلع استايل كولين يخبط على الباب، ينقل الاشاره للجنجليا اللي بدورها تنقل الاشاره للنيرف ده، وبعد كده النيرف يطلع في الاخر مواد تنزل تشتغل على الريسبتور. بعد كده هنفتح الريسبتور ده ونشوف بيشتغل ازاي، وبين الاشاره هنا جوه ازاي، ويخليها امتى يخليها اكزيتاتوري وامتى يخليها انهيبيتوري. الكلام ده جاي قدام. ادي المواد طلعت اهي. المواد اللي بيطلعها السمباثيك يا جماعه في الاخر بسميها ابينفرين او ادرينالين. بسميها ايه؟ ابينفرين، ابينفرين اهو، او ادرينالين. تلاقي دايما حقنه الابنفرين موجوده في الصيدليات دايما كده، في امبول بني كده، عشان الابنفرين بيتكسر بالضوء وكده وبالاكسديشن. فهو ادي البري جانجليونيك بوست جانجليون، طلع في الاخر ابنفرين، يعني الناقل العصبي او النيرو ترانزميتور اللي في اخر السمباثيتك ابنفرين او ادرينالين. عشان كده من حق اسمي يا جماعه، يعني السمباثيتك بيطلع في الاخر ماده اسمها ادرينالين، مش من حق اسميه ادرينرجيك سيستم زي ما انا بسميه سمباثيتك سيستم، مش من حق اسميه ادرينرجيك سيستم نسبه للماده اللي بيطلعها. والريسبتور ده اللي بينزل يشتغل عليه الاستايل كو، اللي بينزل بيشتغل عليه سوري الادرينالين، مش من حقي اسميه ادرينرجيك ريسبتور، انا حر صح. ده ريسبتور بيشتغل عليه ادرينالين هسميه نسبه لاسم الماده اللي بيشتغل عليه، فده بيشتغل عليه ادرينالين فهسميه ادرينرجيك ريسبتور. والنيرف ده بيطلع ادرينالين فهسميه ادرينرجيك نيرف. والسمباثيتك سيستم كله بيطلع في الاخر ماده اسمها ادرينالين فهسمي السيستم كله ادرينرجيك سيستم نسبه للماده اللي بيطلعها. بس خدوا بالكم دايما بسمي النيرف على اخر على اسم الماده اللي بيطلعها، يعني النيرف ده بيطلع ادرينالين هسميه ادرينرجيك نيرف، والنيرف ده بيطلع ماده اسمها اسيتايل كولين هسميه كولينرجيك نيرف. تعال ننقل هنا برضو نفس الكلام، النيرف ده بيطلع ماده اسمها اسيتايل كولين هسميه كولينرجيك نيرف، والنيرف ده بيطلع في الاخر مواد هنا هو اسمها اسيتايل كولين برضو هسميه كولينرجيك نيرف. زي ما احنا شايفين في الباراسمباثيك البري والبوست جانجليونيك الاثنين نيرفات دول الاثنين كولينرجيك نيرف، لكن في السمباثيك النيرف ده كولينرجيك عشان بيطلع استايل كولين، لكن النيرف ده ادرينرجيك عشان بيطلع ادرينالين. الريسبتور ده اسمه ادرينرجيك ريسبتور، والادرينرجيك ريسبتور دول بقى انواع الفا وبيتا اللي كنا لسه بنقول عليه من شويه. الفا 1 موجوده على الريديال ماسل، فاكرين في رسمه العين اللي كانت تحت اهي؟ اهي الفا 1 اهي موجوده على الريديال ماسل اهي الفا 1. الفا ديت بنقسم الالفا 1 والفا 2، وبيتا منقسمه لبيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3، يعني كلهم على بعض خمسه ريسبتور يعني. يبقى الريسبتور دول توزيعهم ازاي يا دكتور؟ توزيعهم بقى ده من اهم واخطر الحاجات اللي هنعرفها المره الجايه ان شاء الله. يعني الفا 1 دي موجوده فين؟ الفا 2 دي موجوده فين؟ بيتا 1 موجوده فين؟ بيتا 2 موجوده فين؟ وهكذا، كل الحاجات دي هنعرفها ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه. فالالفا 1 والبيت الفا 1 والفا 2، بيتا 1 و2 و3 متوزعين في الجسم كله عشان يقدم فانكشنز معينه او وظائف معينه. بص بقى، السمباثيتك بينشط دايما الجسم زي ما احنا متفقين. في الغالب دايما بينشط الجسم، لكن ممكن يهدي. تفسير الحته دي هنعرفها دلوقتي بقى. الفا بص، اي ريسبتور بيشيل رقم فردي بيعمل اثر اكزيتاتوري. يعني ايه اكزيتاتوري؟ يعني ينشط الاورجن، يعني يعمل كونتراكشن للمصل، يعني يزود النشاط. فالفا مثلا ديت الفا 1 اكزيتاتوري شايل رقم فردي، الفا 2 انهبيتوري، اي رقم فردي اكزيتاتوري، اي رقم زوجي انهبيتوري. طيب بيتا 1 شايل رقم فردي اكزيتاتوري، بيتا 2 انهبيتوري، بيتا 3 اكزيتاتوري. يبقى انا جيت اسالك سؤال دلوقتي وانتوا هتجاوبوه، عندنا في الادرينرجيك ريسبتور كام ريسبتور اكزيتاتوري؟ جاوب، كام ريسبتور اكزيتاتوري، كام ريسبتور بينشط بيزود الشغل؟ ها
ثلاثة صح، الفا 1 بيتا 1 بيتا 3. طب كام ريسبتور انهيبيتوري؟ 2، الفا 2 بيتا 2 صح كده يا جماعة. عظيم، الله ينور عليكم، 100 100. طب ننقل الناحية التانية، هنا ننقل في الباراسيمباثيتك. السايكلين بينزل يشتغل على ريسبتور معين هنا برضه، ينقل الإشارة جوه وكده عشان يبدأ يدي الأثر اللي هيديه جوه. احنا قايلين إن الباراسيمباثيتك دايما بيهدي، لكن قلنا برضه مش كلام مطلق، في برضه ممكن يزود الشغل، ممكن ينشط الشغل. الأسايكولين بينزل يشتغل على ريسبتور اسمه موسكارينيك ريسبتور. الريسبتور هنا اسمه موسكارينيك ريسبتور نسبة لمادة اسمها موسكارين. المهم مش موضوعنا دلوقتي. الموسكارينيك ريسبتور ده 5 أنواع، في موسكارينيك 1، في موسكارينيك 2، في موسكارينيك 3، في موسكارينيك 4، في موسكارينيك 5. 5 ريسبتورات برضه زيه زي الأدرينرجيك ريسبتور، برضه اللي بيشيل رقم فردي برضه اكزيتاتوري، واللي بيشيل رقم زوجي انهبيتوري برضه كالعادي برضه. طب انا اقول لك في المسكارينيك ريسبتور عندك كام ريسبتور اكزيتاتوري؟ جاوبه في المسكارينيك ريسبتور. 3 بالظبط، الله ينور عليكم. وكام ريسبتور انهيبيتوري؟ 2، اللي هما 2 و4. شفتوا يا جماعه، مش دايما السمباثيك، تمام الله ينور عليكم، مش دايما السمباثيك بينشط، اصله في ريسبتورات انهيبيتوري، ومش دايما الباراسمباثيك بيهدي، اصل في ريسبتورات اكزيتاتوري. شفتوا كلامنا اللي قلناه في اول المحاضره رجع معانا واتكرر تاني ازاي يا جماعه؟ فالادرينرجيك ريسبتور يعني الفا 1 ده هي اكزيتاتوري. تعال نطبق الكلام ده على العين كده، يعني السمباثيك لما يجي النيرف اللي رايح ورايح واصل للريديال ماسل ده اهو، النيرف اللي واصل ده وطلع ادرينالين هنا، نزل يشتغل على ريسبتور الفا 1. الفا 1 دي اكزيتاتوري ولا انهبيتوري؟ دي اكزيتاتوري. اكزيتاتوري يعني ايه كلمه اكزيتاتوري؟ يعني بتعمل كونتراكشن للماسل، تعمل مش عارف فازو كونستريكشن، تعمل تزود النشاط، تزود الشغل. فعشان كده كانت بتعمل كونتراكشن للماسل دي وتشدها كده، فكانت تعمل ميدرياسيس. طب شوفوا بقى كده هنا يا جماعه، الباراسمباثيك كان رايح بام، كان في 5 انواع من الريسبتورات اللي هو 1 و2 و3 و4 و5. الباراسمباثيك اللي رايح هنا ده هو للريديال ماسل ده اهي، اللي هي الماسلز الدائريه دي كده، لما كان رايح لها رايح لريسبتور ايه؟ رايح لام 3، طلع عليه ماده اسمها استايل كولين تشتغل على ام 3. ام 3 ده اكزيتاتوري ولا انهبيتوري؟ شايل رقم فردي يبقى اكزيتاتوري، ما دام اكزيتاتوري يعمل كونتراكشن للماسل ولا ريلاكسيشن للماسل؟ كونتراكشن للماسل. حاضر، هكبر الصوره دلوقتي تاني واعيد تاني، يعمل كونتراكشن للماسل فيقوم عامل مايوز. تعالى كده نصغر الرسمه شويه، كده اصغر الرسمه شويه عشان نوسع الكلام. الصوره كامله تقصد يا دكتوره؟ هكبر الصوره نفسها يعني لوضعها الاساسي الاوريجينال يعني. طيب خلينا ننزل تحت كده عشان الكلام اللي مكتوب ده، هو بس في حاجة نصغر الصورة عشان نشوف الفرق. حاضر، اهو كده كويس، كده كويس، تمام. ده هو السباينال كورد والبرين سباينال كورد اهو، ده سمباثيك وده برا سمباثيك، تمام كده. سمباثيك خارج اهو، ادي بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، وفي النهايه طلعت ادرينالين عشان يشتغل على الفا ريسبتور اللي هي الفا وبيتا ريسبتور، الفا 1 والفا 2 وبيتا بيتا 1 و2 و3. قلنا ان اي ريسبتور شايل رقم فردي سواء هنا او هنا، اي ريسبتور شايل رقم فردي فهو اكزيتاتوري، واي ريسبتور شايل رقم زوجي يعني 2 و4 مثلا سواء هنا او هنا ده كده انهبيتوري. فشايفين السمباثيك اهو لما يطلع، لو انا بتكلم على العين عايز اتكلم على الريديال موصل دي، طالع لها نيرف بري جانجليونيك، النيرف ده واصل بعد كده بسلم اشاره للجنجليا اللي بعد كده طلعت بوست جانجليونيك، هطلع في النهايه ادرينالين. طيب كده كويس يا دكتوره؟ دكتوره اشجان حاولي ما تشغليش اي حاجه فيها النت بس كده دلوقتي معايا، انا خلاص قربنا نخلص خلاص، احنا مش هنتكلم اكتر من كده النهارده، هي اخر حاجه الرسمه دي. ها معايا كده؟ طيب سامعاني يا دكتور اشجان؟ حاضر اهو كده كويس. كده كويس يا دكتورة ايمان؟ تمام دكتور اشجان سامعاني عشان نكمل؟ دكتورة اشجان سامعاني عشان نكمل؟ النداء الأخير. ها طيب نكمل كده لحد ما ترجع لنا يا جماعة. قلنا السمباثيك أهو، سمباثيك وبارا سمباثيك، قلنا زي ما اتفقنا السمباثيك بيطلع في الآخر نور أدرينالين أو الإبنفرين اللي هو الأدرينالين، يعني إبنفرين اللي هو أدرينالين أو نور أدرينالين بيطلع على الاثنين، ينزل يشتغل على الريسبتور اللي موجود ألفا 1 اللي موجود في العين، فيعمل كونتراكشن للمصر
يعمل ميد رياس، يشد دي ويشد دي ويشد دي. فاكرين الرسمه اللي كانت فوق اهي؟ يعني انا رفعت كده شويه اهي، لما عملنا ميد رياسز للعين الحته دي كده، تمام. نرفع تاني. طب الباراسمباثيك بقى بيطلع في النهايه ماده اسمها استايلكولين، اشتغل على نوع من انواع الريسبتورات اسمه ام 3. قلنا الام 3 ده ريسبتور شايل رقم فردي، ما دام ريسبتور شايل رقم فردي يبقى يعمل اكزيتاتوري، يعمل اكزيتاتوري للماسلز دي كده، فيعمل فيها مايوزز، يضيقها، يضيق حدقه العين. خلاص يا جماعه، ده بالظبط ملخص الفسيولوجي. تعلموا على بعضه كده كله تاني كده، تعلموا على بعضه تاني كده، صلوا على النبي كده. مش سامعاني خالص انا يعني، انا طب هعمل ايه؟ طيب انتوا كلكم سامعيني يا جماعه؟ اللي سامعني كده اكتب واحد. ها السريع كده، اللي سامعني كده اكتب واحد. اللي سامعني كده اكتب واحد. ها طب يا دكتورة اشجان، اكيد المشكلة من عندك، اكيد المشكلة من عندك. حاولي كده تاني، حاولي تاني كده، لو فاتحة اي حاجة نت او فاتحة اي حاجة تانية وقفيها، يعني خليكي معانا احنا بس. اقفلي اي حاجة، اي تاب مفتوح فوق اقفليه. حاضر. ايه الفرق بين النور ابنفرين والاستايل كولين؟ هو فرق كيميائي ليس الا، يعني الاستايل كولين دي ماده كيميائيه هي الناقل بتاع الباراسمباثيك، لكن الابنفرين او الادرينالين او النور ابنفرين ده الناقل بتاع السمباثيك. يعني بص يا جماعه، يعني عشان برضو نبقى فاهمين حته كده، هكتب تاني عشان بس الكلام كان مكتوب غلط حته كده. يعني بايو كيمستري ده، دي ماده معينه، ماده كيميائيه معينه، لازم لما تنزل تشتغل على ريسبتور تعمل فيتنج معين معاه، تمسك فيه ماسكه معينه كده عشان تقدر تعمل له ستيميوليشن. زي الاستايل كولين، شكل المسكرينيك ريسبتور له شكل معين الاستايل كولين يقدر يمسك فيه، زي ما شكل الادرينرجيك ريسبتور له شكل معين النور ابنفرين يقدر يمسك فيه. يعني لو الادرينالين ده جه يشتغل هنا ما يعرفش يشتغل، ولو الاستايل كولين راح يشتغل هنا ما يعرفش يشتغل. خلاص انت سمعنا الاول يا دكتوره اشجان، سمعنا الاول دلوقتي كويس. دكتوره اشجان سمعنا كويس؟ اكتب لك كده اهو. سمعانا كده؟ خلاص يا دكتورة آلاء، فهمت الفرق؟ انا مبسوط ان انا معاكم والله العظيم يا جماعة. يعني مفيش احسن من انك تقعد تنقل العلم كده والناس تتعلم وتفهم كده، وتبقى حاجة كويسة قوي. مش سمعانا برضو؟ طيب حاولي تعملي ريستارت كده، يعني احنا تعتبر خلصنا اصلا، فحاولي تعملي ريستارت كده، اقفلي وافتحي تاني، او اعملي اوفلاين وخشي اونلاين تاني. ربنا يكرمك يا دكتورة سمر، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك. اتمنى بس اقدر افيدكم كمان وكمان ان شاء الله. نكمل كده، نلم بس الفسيولوجي كده عشان نبقى خلصنا النهارده، نلم الفسيولوجي كده. ربنا يكرمك يا دكتورة اسراء، ربنا يكرمك، دي شهادة اعتز بيها والله. ربنا يكرمكم يا رب ويفيدكم اكتر واكتر. الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب، الحمد لله. طيب نلم كده الفسيولوجي كده يا جماعه، اخر حاجه خالص عشان نبقى خلصنا، اخر حاجه خالص اللي هو ريفيو الفسيولوجي. يبقى احنا كده النهارده راجعنا اناتومي. ربنا يكرمكم جميعا يا رب، ربنا يكرمكم، ربنا يكرمكم يا رب، ربنا يكرمكم يا رب، ربنا يكرمكم ان شاء الله، ان شاء الله نفيدكم اكتر واكتر ان شاء الله. يعني خلاص بقى ما تكسفوناش. طيب احنا كده راجعنا على الاناتومي ورجعنا فيسيولوجي، تيجي نراجعهم الاثنين مع بعض كده قبل ما نخلص، قبل ما نقفل بقى النهارده كده، نراجعهم الاثنين مع بعض كده. طيب تعال راجع اناتومي فيسيولوجي، هندخل كل الكلام بقى، كل الكلام في الرسومات، كل الكلام في الرسومات. من اول خالص اهو، القصه والحكايه بتاع السمباثيك وباراسمباثيك، القصه والحكايه بتاعت جزء الايموشنز عندي اتنشط هنا في البرين، جزء الايموشنز هنا اتنشط كده، نجيب الرسمه، جزء الايموشن اللي موجود هنا ده اتنشط، الجزء ده يقوم بعت اشارات للسريبرال كورتكس اللي تبعت منه للليمبيك سيستم، اللي هو كان كل وظيفته يجمع الاشارات، يجمع الاشارات ويقوم هو بقى يا بعت اشاره فازو موتور سنتر عشان ينشط السمباثيك، فيقوم بعت افرنت اهو ينزل ينشط كل ال 15. فاكرين لما قلنا السمباثيك اكت از وان يونت، دراع واحده، ايد واحده، يشتغلوا كلهم مع بعض، ينشط القلب وينشط ويقوم يوسع البرونكاي ويوسع حدقه العين ويزود ويعمل فازو كونستريكتور في البلاد فيزلز وكذا، كل الجسم يقوم وانت بتتخانق. ما عمرك شفت واحد بيتخانق دقات قلبه زايده وباقي جسمه قاعد مريح مثلا؟ يعني لا، كله بيقوم مع بعض في السمباثيك. فالفازو موتور سنتر بعت افرنت اهو، نشط كل السراس ولمبر، نشطهم كلهم. بعد كده بعد ما نشطهم كلهم، نشط كل النيرفات، نيرف واحد منه بس هناخده نتكلم عليه، نيرف طالع اهو اللي هو البري جانجليونيك، كان شورت بري جانجليونيك، كان شورت بري جانجليونيك. طب ثواني يا جماعه بس ارد على دكتوره اشجان.
طيب نرجع تاني كده، افرنت وبعد كده الافرنت اهو الاستايلكو، النيرف اللي طالع ده نيرف بري جانجليونيك، شورت بري جانجليونيك، شورت بري جانجليونيك، يطلع ماده اسمها استايل كولين. استايل كولين تنزل تخبط على الريسبتور هنا، الريسبتور ده هنعرف ان شاء الله المرات الجايه ان اسمه نيكوتينيك ريسبتور. بعد كده الاستايل كولين يشتغل يخبط عليه ومنقل الاشاره من النيرف ده للنيرف ده، الجنجليا تقوم واخده الاشاره من البري جانجليونيك ومنقلاها للبوست جانجليونيك اللي هو طويل، ده كان قصير لكن ده طويل. البوست جانجليونيك، البوست جانجليونيك نيرف يقوم ماشي 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 ومطلع في الاخر ادرينالين او نور ادرينالين اللي هو ايبينفرين او نور ايبينفرين، ينزل يشتغل على الريسبتور باسمه، ده اسمه ادرينالين، ده اسمه ادرينرجيك ريسبتور، اللي هم نوعين الفا وبيتا، الالفا في منها الفا 1 والفا 2 والبيتا في منها بيتا 1 وبيتا 2 وبيتا 3. قلنا اي ريسبتور شايل رقم فردي هو اكزيتاتوري، واي ريسبتور شايل رقم زوجي فهو انيبيتوري، فالالفا 1 اكزيتاتوري، فالبيتا 1 والبيتا 3 دول اكزيتاتوري. تمام كده يا جماعه؟ لازم نبقى عارفين ان النقل العصبي في نهايه السمساتك هنا الادرينالين او النور ادرينالين اللي هو الابينفرين والنور ابينفرين، والنقل العصبي في البري جانجليونيك هنا استايل كولين، دايما طول ما انت بري جانجليونيك انت استايل كولين، استايل كولين اهو واستايل كولين اهو، سواء سمباتيك او برا سمباتيك. تمام كده يا جماعه؟ وده سميناها الادرينرجيك ريسبتور. خلاص تعالى نقول على البارا سمباتيك، قلنا بيطلع كرانيو ساكرال، فين في الكرانيو تحديدا؟ في العشره في العاشر والتاسع والسابع والثالث اللي هم 1973. تمام، والسكرال الثاني والثالث والرابع، السكرال دول كانوا خمسه نيرفات لو انتوا فاكرين من فيسيولوجي، احنا واخدين الثاني والثالث والرابع بس فيهم. ادي البري جانجليونيك اهو، بري جانجليونيك نيرف طلع في الاخر ماده اسمها استايل كولين، قلنا طول ما انت بري جانجليونيك انت استايل كولين، ينزل يخبط على الريسبتور اللي سميناه نيكوتينيك ريسبتور، وان شاء الله من المرات الجايه هنعرف انواع الريسبتور، يشتغل على الجنجليا يعني الاشاره من البري جانجليونيك للبوست جانجليونيك، بعد كده البوست جانجليونيك طلع في الاخر ماده اسمها استايل كولين. اي استايل كولين او نور ابنفرين او استايل كولين يا جماعه كل دي بسميها نيرو ترانزميتر او ناقلات عصبيه. يعني ايه ناقل عصبي؟ يعني بين الاشاره من نيرف لنيرف، ناقل عصبي من نيرف لنيرف. طلع استايل كولين اهو اشتغل على موسكارينيك ريسبتور اللي قلنا ان هم خمس انواع، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، قلنا الارقام الفردي اللي فيهم اكزيتاتوري والارقام الزوجي اللي فيهم انهيبيتوري. تعال نعمل اخر تطبيق كده على الايه قبل ما نقفل النهارده، دي الايه اهي اللي قدامي، العين قدامي اهو. حاضر، بدات تسمعينا يعني؟ بدات تسمعينا دكتوره اشجان؟ بدات تسمعينا يعني اعاده بسيطه من انواع الريسبتور؟ سمعانا طيب؟ طيب الحمد لله كويس. انواع الريسبتور تاني اهو، سمباثيك او برا سمباثيك، سمباثيك في ادرينرجيك ريسبتور، الفا وبيتا ريسبتور، الفا اما الفا 1 او الفا 2 والبيتا فيها بيتا 1 و2 و3. الالفا 1 ديت دايما اي رقم شايل رقم اي ريسبتور سواء الفا او بيتا شايل رقم زوجي بنقول عليه اكزيتاتوري ريسبتور، يعني الفا 1 ده اكزيتاتوري، يعني لو الفا 1 موجوده على ماسل تعمل فيها كونتراكشن، لو موجوده مثلا على بلاد فيزل تعمل في فازو كونستريكتور. بيتا 1 دي مثلا موجوده على الهارت مثلا تعمل ايه في الهارت؟ تزود الكونتراكشن بتاع الهارت، تزود الفورس في الكونتراكشن بتاعته، تخليه ينشط. تمام كده؟ ام 2 ده في المسكرينيك ريسبتور، ام 2 موجوده على الهارت برضه، تعمل ايه في الهارت؟ تقلل الشغل بتاعه، ما هي ام 2 ما دام 2 يعني انهبيتوري، قلنا اي ريسبتور شايل رقم فردي ده انهبيتوري، فام 2 دي موجوده على الهارت فتقلل شغل القلب وتهدي شغل القلب. يعني بيتا 1 وبال ام 2 في الهارت الاثنين واقفين قدام بعض كده، بيتا 1 تشوت شغل الهارت اصلها بيتا 1 اكزيتاتوري ريسبتور، لكن ام 2 تقلل شغل الهارت اصلها 2 يعني انهبيتوري ريسبتور. اي ريسبتور شايل رقم زوجي ده انهبيتوري، اي ريسبتور شايل رقم سوري اي ريسبتور شايل رقم فردي ده اكزيتاتوري، اي ريسبتور شايل رقم زوجي ده كده انهبيتوري ريسبتور. التطبيق الاخير هو اللي هنعمله على العين، لو عندي العين بتاعتك وانت بتتخانق تلاقي حدقه عينك واسعه قوي، بتتخانق تلاقي الحدقه دي واسعه اللي كنا رسمناها في الرسمه دي، حدقه عينك واسعه قد كده وانت بتتخانق، السمباثيك عندك اللي متاكتف النور ابنفرين والابنفرين نازلين يشتغلوا على الالفا 1 ريسبتور موجود على الريديال مازل يعملوا فيها كونتراكشن يشدوها، فيقوم يشد 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 على الجوانب كده تقوم موصلها حدقه العين، فاللي انت بتتخانق معاه تكون شايفه قدامك كويس ما يقدرش يهرب منك، مهما جرى بعيد او راح فين انت شايفه كويس، حدقه عينك مفتوحه على الباب على وسعه قد كده. لكن في الباراسمباثيك، الباراسمباثيك موجوده على الموسكارينيك ده، موجوده قصدي على السيركيولار ماسل دي، الماسلز الدائريه دي، فوانت نايم فالباراسمباثيك هو اللي بيكون نشط اكتر ومسيطر اكتر، موست دوميننت مسيطر اكتر، فلما يكون مسيطر اكتر يشتغل على ام 3، وام 3 دي قلنا ما دام الريسبتور شايل رقم فردي فده اكزيتاتوري، يبقى اكزيتاتوري يعمل اكزيتيشن للماسل ديت يعني كونتراكشن للماسل ديت فيعمل مايوزس ويضيق حدقه العين. وده الكلام بالظبط اللي هو موجود في الورق هنا ده، في الحته دي كده في الورق ده، بس الاكسبشن ده الوحيد اللي احنا مش هنقوله النهارده عشان بس ما الدنيا ما تخشش في بعضيها، ده مش هنقوله النهارده الاكسبشن ده اهو. الفسيولوجي اهو، كيميكال ترانسميتر
النيكوتينيك ريسبتور يا دكتوره مروه، ان شاء الله هنتكلم عن انواع الريسبتور المرات الجايه. النيكوتينيك ريسبتور ده يعني انا عندي ادرينرجيك ريسبتور وعرفنا موجوده على الاورجان اللي هي الفا وبيتا، ومسكرينيك ريسبتور موجوده برضو على الاورجان اللي هي ام 1 ام 2 ام 3 ام 4. النيكوتينيك ريسبتور لها 4 اماكن في جسمي، اما على الجنجليا، اما على الجنجليا يعني فين على الجنجليا يعني يعني دي كده، دي الجنجليا اهي، ده النيكوتينيك ريسبتور، ده النيكوتينيك ريسبتور، فادي رقم واحد موجود عليه. موجوده كمان على الادرينا المضله، مش عايز بس الخبطكم، موجوده على الادرينا المضله، موجوده كمان في السباينال كورد اللي هو في الحبل الشوكي، تمام كده، موجوده كمان على السكيليتال ماسل اللي كان بيغذيها السوماتيك اللي احنا قلناه خالص من اول حصه، في من اول الحصه اصلا من الاول. فالنيكوتينيك ريسبتور له 4 اماكن، موجود في السباينال كورد، موجود على الجنجليا، موجود على السكيليتال ماسل، موجود على الادرينال مضله. ان شاء الله الايام الجايه هنفهم الكلام ده ان شاء الله، بس معلومه كده مقدما يعني. تمام يا دكتوره مروه كده، في حاجه تانيه؟ طب ازاي الميكانيزم لما المؤثر من بره زي الضوء كده يعني، الضوء على العين يعني تقصدي يا دكتوره مروه؟ دكتوره مروه اللي هي بالاسمر، الضوء على العين تقصدي؟ الضوء على العين ده بقى هنفسره حلو قوي واحنا بنتكلم ان شاء الله في الباراسمباثيك ان شاء الله، والسمباثيك الريسبتور بتاعها، لما نيجي نقول الريسبتور بيشتغل على العين ازاي بقى ونبدا نوضح اكتر واكتر، هوضحها لك الموضوع ده، موضوع الريفلكس، ريفلكس لايت، يعني في ضوء كده لما تسلطه على العين تلاقي عينك غصب عنها تعمل فازو كونستريكتور غصب عنها. هنعرف الكلام ده ان شاء الله واحنا بنشرح ان شاء الله انواع الريسبتور بقى، لكن سؤال جميل طبعا، برافو عليك. تمام كده، طب تمام نكمل كده مع بعض. الفسيولوجي اهو المراجعه بس على الكلام اللي احنا قلناه، كلام نظري، احنا كلامنا الاساسي كان على الرسمه، ده كلام نظري. كيميكال ترانسميتر ده ماده كيميكال سبستانس ريليز فروم النيرف اند تو ترانسميت النيرف امبالس، عشان تنقل الاشاره، تطلع من اخر النيرف عشان تنقل الاشاره، ما ده فعلا اللي بيحصل اهو، تطلع من اخر النيرف من هنا عشان تنقل الاشاره من النيرف ده للاورجن، فعلا اهو الماده دي بتطلع من اخر النيرف عشان تنقل الاشاره، ده حقيقي. مكانها فين او انواعها ايه؟ اما استايل كولين او استايل كولين لو انا في باراسمباثيك، فعلا ما هو لو انا في باراسمباثيك اهو، باراسمباثيك اهو في البري جانجلونيك يطلع استايل كولين على جانجليا، وفي البوست جانجلونيك يطلع استايل كولين على مسكرينيك ريسبتور. طب الناحيه الثانيه على السمباثيك يطلع استايل كولين البري جانجلونيك على جانجليا، والناحيه دي يطلع ادرينالين او ابينفرين يطلعه على الريسبتور، او الريسبتور اللي هو موجود على الانفولنتري اورجان. هما مين الانفولنتري اورجان؟ مش هسيبكم، لازم بصوا، ما هنقعد نكرر ونعيد ونزيد كل مره، ده اسلوبي احفظوني بقى. مين الانفولنتري اورجان دول اللي هم شغالين عليهم المسكرينك والادرينرجيك ريسبتور دول؟ ها مين فاكر؟ مين فاكر؟ سموث ماسل فايبر، اس ام اف، بس مين اس ام دي؟ سموث ماسل فايبر، ايوه كده يا دكتوره، صح يا دكتور عبد الله، عايزكم اكتبوا كده يعني، عارف حاجه اتخانق كده وانت بتقولها، سموث ماسل فايبر، ها سموث ماسل فايبر، اي برونكاي جي اي تي رينال تراكسكس اورجان، واكس كوراي ناقص واحده، كارديو الكاردياك، صح كده اللي هو الكارديو فاسكولار سيستم، مظبوط، الله ينور عليك. يعني ايه اكس كراين بالعربي بقى؟ اكتبه بالعربي، يعني ايه اكس كراين؟ مراجعه كده يلا، ها يعني ايه اكس كراين؟ خلاص مصدقكم والله، بس يعني ايه اكس كراين بقى؟ يصب في قناه، بالظبط كده تمام. اسال كده تاني، اسال ال ال هسال السؤال وانت تقوله صح والله، احنا كده خلصنا خلاص. هسال غدة تفرز في قناه، مظبوط، بتصب في وعاء، مظبوط، الله ينور عليكم. هسال السؤال كده وتقولهم وانتوا تجاوبهم بقى كمراجعه كده على اللي احنا خدناه. اور بودي انتر الكنترول اوف تو سيستم، نقط اند نقط، اور بودي انتر الكنترول اوف تو سيستم، نقط اند نقط، جيب من الاول كده، اور بودي اهو يا دكتوره ايه، اور بودي اندر الكنترول اوف تو سيستم، نقط اند نقط، نيرفس واندوكراين، عظيم، نيرفس واندوكراين، طب كويس. لما اجي اقول لك سمباثيك تو الاي كوز، سمباثيك تو الاي، خلاص مصدقكم 100 100، سمباثيك تو الاي كوز مدرياسز ولا مايوسز؟ فكر، اي سؤال اوتونوميك لازم تفكر. هسمع الاجابات كلها وبعدهم مين صح ومين غلط. سمباثيك تو الاي مدرياسز، عظيم، الله ينور عليكم، 100 100، زي الفل، الله ينور عليكم. طب اسال سؤال حلو كده واللي يعرف يجيبه يبقى جدع كده وحد شاطر قوي. بصوا كده يا جماعه، مش ده الام 3؟ دي الام 3 ريسبتور ديت اللي هي بتعمل اكزيتاتوري، فلما اعمل لها ستيميوليشن بباراسمباثيك تقوم عامله كونتراكشن للمصر. توقع لو انا قفلتها يحصل ايه؟ بالراحه فكر، دي كده ريسبتور بيعمل اكزيتاتوري ريسبتور، لما شغله يعمل كونتراكشن للمصر،
كنت لك شان المصل يقوم قافل المصل فيضيق حدقة العين يعمل مايوزس. طب لو انا قفلت الريسبتور ده اديت دواء يقفله بلايند؟ لا يا دكتور عبد الله، بلايند يعني عمى، المريض يتعامي مره واحده كده. دكتوره سمر بتقول مدرياسس، طب حد عنده راي تاني؟ برضه مدرياسس. الله، ده انتوا مصممين بقى. جلوكوما؟ لا لا لا، الجلوكوما هنشرحها بالتفصيل، مش جلوكوما خالص. صح يا جماعه، مدرياسس، الله ينور عليكم. ده ريسبتور اهو، ام سي، ده ريسبتور بيعمل لما شغله يعمل كونتراكشن للمصل، كونتراكشن يضيق المصل، لما اقفله مش هيحصل لها كونتراكشن، هتريلاكس فيحصل مدرياسس. الله الله الله، استنى كده، يعني المدرياسس ممكن يحصل بطريقتين؟ اه ممكن يحصل بطريقتين، لو انا عملت استيميليشن لالفا 1 ديت هكونتراكت المصل ديت فهشدها فتعمل مدرياسس، او اني اقفل الريسبتور ده فمش هيعمل الاصل الاكزيتاتوري بتاعه فاريلاكس المصل برضه. عشان كده في نوع من المدرياسس، واحد اسمه اكتيف مدرياسس وفي نوع اسمه باسيف مدرياسس. باسيف مدرياسس او الاكتيف مدرياسس نبتدي بيه، اكتيف مدرياسس يعني انا وسعت حدقه، او وسعت حدقه العين دي مدرياسس اهو، باكتيف باني بذلت مجهود، ما فعلا عملت كونتراكشن للمصل بالفا 1، لما اعمل لها كونتراكشن ببذل مجهود انا فيها، فما ببذل مجهود كده يبقى انا كده اكتيف، استخدمت اي تي بي وطاقه، اكتيف مدرياسس. لكن باسيف مدرياسس انا مجرد قفلت الريسبتور ده اللي هو الام 3 اللي موجود هنا ده، فلما اقفله العضله مش هتقدر تحصل لها كونتراكت فهتريلاكس لوحدها بدون ما ابذل انا اي مجهود، باسيف يعني بدون ما ابذل اي مجهود، فحصل باسيف مدريسس. حلوه الحته دي، مين فاهمها او مين مش فاهمها عداله تاني، مين مش فاهمها؟ احنا هنقولها المرات الجايه، بس انا بديكم افكار للمرات الجايه بس، وافكار لادويه برضه. يعني انا لو عايز اعمل مدريسس ممكن ادي دواء يقفل ام 3، على فكره بيستخدموها في الجيش كتير جدا لما يكونوا عايزين يعرفوا يفحصوا حدقه العين لحد وكده عشان يخش الجيش او لا، يقوموا مديله دواء قافل الام 3، ما يقفل الدواء الام 3 يقوم موسع حدقه العين فاقدر اخش جوه العين بقى واقدر افحص زي ما انا عايز براحتي. مين لسه مش فاهمها يا جماعه؟ دي افكار للمرات الجايه بس. يعني ده نفس ميكانيزم السمباس ومايميتك. الله ينور عليك يا دكتوره سمر، بالظبط جابت الخلاصه. يعني السمباس ومايميتك يعني الادويه اللي تشتغل على السمباساتيك تعمل نفس الاثر بتاع الباراسمباساتيك، بتاع الباراسمباسوليتيك على العين. اللي ما فهمش الكلام اللي انا قلته ده ولا تشغلوا بالكم، كده كده جاي، بس دكتوره سمر يمكن هي دارسه فارما بس وبتعمل معانا ريفريش يعني. فالسمباسو مايميتك يعني دواء بيشتغل زي السمباساتيك، يعني اي دواء يشتغل على الفا 1، اي سمباساتيك يشتغل على الفا 1 يعمل مدرياسس، اي دواء يقفل ام 3 يعني بارا سمباسوليتيك بيقفل البارا سمباساتيك يعني بيعمل مدرياسس. الكلام ده احنا هنفسره المره الجايه ان شاء الله. طيب احنا كده يا جماعه يعني خلصنا ان شاء الله، يعني احنا بس ده كده الكلام ده ان شاء الله اللي كنا هنقوله بقى من اول مره، من اول الكنترول دي هنقوله ان شاء الله من اول المره الجايه، احنا واقفين لحد هنا كده. وان شاء الله من المره الجايه اللي هي ان شاء الله اما تكون يوم الجمعه او يوم الاثنين برضه على حسب، وهنحاول بقى نشوف قاعه تلم عدد اكبر وكده عشان الناس اللي اكيد زعلت مننا. ان شاء الله المره الجايه هتكون مفيده قوي وهتكون مراجعه للكلام ده، هنراجع بسرعه بسرعه كده، وبعد كده هنقوم داخلين نقول الاكسبشن اللي احنا ما قلناهوش ده اهو اللي هي الحته ديت، وبعد كده نقوم داخلين في بقيه الكلام بتاعنا. اكتبوا لي كده يا جماعه، طبعا بلاش دلوقتي هنا، اكتبوا لي طبعا في مسجات كده على الفيس، يعني هل استفدتوا معانا النهارده ما استفدتوش؟ لو عندك اي ملاحظات حابب تقولها لي برده مفيش اي مشكله. يا ريت لو انت استفدت معانا النهارده تقدر تدعي الناس اكتر تقدر تستفيد معانا. عايز الفارما دي يا جماعه تخش كل بيت، تخش كل عند كل صيدلي. الفارما ماده لذيذه جدا وماده ممتعه جدا، فقط تفهمها، فقط تفهمها. ربنا يكرمك يا دكتور عبد الله، وده كفايه بس عندي والله. انا بس عايزكم بس تبعتوا لي ان شاء الله بس على في مسج على الفيس، تقولي لي ايه رايكم في محاضره النهارده، استفدتوا او كده لا، ويا ريت تساعدونا في نشر الفكره سواء على جروبات الدفعه بتاعتكم او ما بين زمايلنا وكده عشان نقدر نوصل الفكره لكل الناس. المره الجايه ان شاء الله تابعوني بس على البروفايل، هحددها ان شاء الله بس على حسب وقتي وكده. هكتب عندي على البروفايل وهكتب على الجروب بتاع البيزك فارماكولوجي كورس، فتابعوني بس كده ان شاء الله، وان شاء الله احنا على تواصل دايما. اي حد عايز اي حاجه يا جماعه مش فارما بس، ما تترددش انك تتواصل معايا في اي وقت. انا في تليفونات بتجي لي الساعه 4 الفجر والساعه 6 الصبح تصحيني، ما عنديش اي مشكله. لما تكون عايز اي حاجه في اي وقت بس كلمني ومالكش دعوه. البيبر او البوك ان شاء الله انا هنزل الملف اللي احنا خدناه النهارده ده هنزله في هيئه PDF على الجروب ان شاء الله. طيب حد عايز اي حاجه يا جماعه قبل ما اقفل؟ جزاكم الله خيرا وجزاكم مثله واكتر، وانا بجد سعيد جدا جدا كنت معاكم النهارده، ربنا يكرمكم جميعا يا رب. هستظر بقى اراكم على المسج على الفيس ان شاء الله ما تنسوش. ماشي يا جماعه، في حفظ الله، في حفظ الله، مع السلامه. شكرا شكرا، مع السلامه، مع السلامه.